اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي في كل مكان. على فترات بنكون موجودين معاكم زي ما انتم لسه عارفين، لسه معانا فتره تطوير كبيره ان شاء الله ربنا قدرنا فيها نكون عند حسن الظن. الاهلي في كل مكان ودايما الاهلي بقيمته الكبيره، دايما القوى الناعمه الكبيره، دايما الاهلي وفرقه الاهلي واسم النادي الاهلي. النهارده عاملين الاهلي في كل مكان حلقه خاصه جدا عن القوى الناعمه الكبيره للنادي الاهلي، عن مبارياته الوديه اللي دايما بيلعبها الهدف، اذا كان للسلام او اذا كان ضد الارهاب او اذا كان لكلمه حق في كل حته. عايز اقول لكم طبعا ان النهارده هيكون معايا اثنين من الضيوف الكبار اللي دايما متعودين يكونوا موجودين معانا ودايما ارائهم مميزه جدا. هيكون معايا الكابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي السابق اللي هيكون مشرفني ومنورني، ومعاه بقى الصديق العزيز والناقد الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت ناقد رياضي بالاهرام اللي هيكون معانا علشان نتكلم عن القوى الناعمه للنادي الاهلي في كل مكان والمباراه الوديه اللي هتكون مع منتخب المحترفين من الدوري السعودي يوم 2 الشهر المقبل ان شاء الله. مش هقدر اتكلم معاكم كتير قبل ما ادخل في سياق الحلقه، وانا عارف ان في ناس منكم كتير زعلانه، ناس شايفه ان في امور قد تكون مش ماشيه في نصابها الصحيح، وجماهير كتير بتكتب كومنتات وجماهير كتير زعلانه شويه وشايفه من وجهه نظرها ان لسه في حاجه مش مظبوطه في النادي الاهلي، ان ايه الغلط في النادي الاهلي، اللي ايه اللي بيحصل. خلينا اقول لكم ان من حق الجماهير تزعل ان في صفقه كانت نفسها تيجي وما جاتش، طبيعي جدا، من حق الجماهير تبقى زعلانه، من حق الجماهير ما تبقاش مبسوطه، من حقهم يتكلموا يقولوا كان نفسنا في اللعيب ده وعايزين نشوف اللعيب ده وعايزين نشوف كذا وكذا وكذا. محمد عنتر لاعب الاسيوطي صفقه كلام كتير عليها والكلام كتير عليها، لكن لازم تعرفوا المعلومات بدقه ولازم تعرفوا الامور حصل فيها ايه والامور مشيت ازاي. النادي الاهلي ما بيجيبش غير احتياجاته. في اول ظهوري على قناه الاهلي بعد العوده قلت لكم بهذا الشكل تحديدا، قلت لكم على كف الايد من 4 لـ5 صفقات احتياجات النادي الاهلي في هذا التوقيت، في صفقتين وفي خلال 48 ساعه، في خلال 48 ساعه في صفقتين كمان ان شاء الله، صفقه في خط الهجوم وصفقه في خط الدفاع، صفقتين محترمين واسماء كبيره. فاحنا بنقول في الفتره اللي جايه ان الاهلي ما بيجيبش غير احتياجاته فقط، الاهلي ما بيجيبش غير احتياجاته فقط. طيب قصه عنتر، عنتر لاعب كويس، لاعب كويس جدا ولاعب مميز ولاعب هيكون له مستقبل ونتمنى له التوفيق في نادي الزمالك. قصه هذا اللاعب، الاهلي دخل في اللاعب، الاهلي دخل في اللاعب، الاهلي طلب اللاعب، الاهلي طلب اللاعب، الاهلي دخل اللاعب والاهلي طلب اللاعب، وبعض الامور كان مبالغ فيها شويه، الاهلي وقف لغايه رقم معين ومحدد واتفق تماما مع اداره نادي الاسيوطي على انتقال اللاعب. فوجئ الاهلي بان اداره الاسيوطي بتقول له احد الانديه المنافسه عارض اكتر من العرض بتاعكم ومعليين نسبه البيع. على الفور النادي الاهلي قال ما بدخلش في مزايدات، ما فيش مزايدات بندخل فيها، ما بنعملش بورصه على لعيب، الكلام خلص. والكلام خلص من بدري، لان لما تلاحظ ان في لاعب متردد، لاعب متردد مش واخد قراره 100% انه يلعب في النادي الاهلي، موضوع بيتهيألي خلص. لما تلاقي لاعب متردد مش شريك وما عندوش الرغبه الكامله، مش هقول التضحية لان ما فيش لاعب بيضحي بالشكل اللي بنشوفه، لان اللاعب اللي من وجهه نظره شايف انه بيضحي قبل ما يجي الاهلي، بعد ما بيجي الاهلي بيعرف انه حصل على اكتر من اللي ضحى بيه في كل حاجه. ما تكلمش على الماده على فكره، ما تكلمش على الماده، ما تكلمش على الماده. لازم نفرق ونعرف ان الكوره قبل الصفقات بطولات، الكورة قبل الصفقات بطولات، وعارض
تجيب صفقه توفق ولا تجيب صفقه ما توفقش، وده مش معناه ان انا بفطس الصفقه اللي مشيت او بقول على اللعيب مش كويس خالص خالص، لكن بقول ان النادي الاهلي دايما بيدور على احتياجاته في هذا التوقيت. اللي لازم برضو تاخدوا بالكم منه بشكل جيد جدا ان النادي الاهلي ارتباطاته الافريقيه الدوري محدث ولا حرك في الفتره اللي فاتت. الاهلي متصدر، اقرب فريق للاسماعيلي بنتكلم فرق 6 بونت نزولا بقى لبقيه المنافسين المحترمين. مش عايز اقول لكم ان الدوري انتهى، ما ينفعش نقول الدوري انتهى غير لما النقاط تكتمل ويكون الموضوع انتهى، لكن كلنا شايفين ومتابعين الدوري ان الاقرب ان شاء الله لحصد اللقب هو النادي الاهلي. هيبقى التدعيم، انت محتاج التدعيم في الفتره الجايه، والحديث عن الاعراض، انت عندك مباراه واحده بس، مباراه واحده بس في بطوله افريقيا من هنا لغايه كاس العالم في شهر 7، في شهر 6، مباراه وحيده في دور 32 في شهر مارس في بطوله الامم الافريقيه. تعدي المباراه، اخر السنه هتدعم براحتك، هتجيب اللي انت عايزه، عينك على صفقات. هي فين الصفقات السوبر التقيله قوي اللي موجوده في الدوري؟ في عدد من اللعيبه مميزين جدا، لكن مين اللعيب اللي موجود بره مش موجود عندك في الفرقه تحس انه اميز من اللي عندك او هيضيف اكتر للي عندك؟ انت محتاج احتياجات، عندك طلب فاضل في خط الهجوم وطلب في خط الدفاع، دول في خلال 48 ساعه بفضل الله هيكونوا موجودين في النادي الاهلي، واسماء كبيره واسماء كبيره. الاهلي مش هيعلي السقف، مش هيدخل في مزايده على لاعب، مش هيفكر يكمل في لاعب عنده جزء من التردد. لو 100% مش عايز النادي الاهلي يتقال له شكرا خلاص، ما فيهاش، مش محتاجه. الاهلي بيجري وبيتمسك باللاعب اللي هو متمسك بيه. كنت بسمع الكابتن عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، وتحديدا الكابتن عادلي قال اللاعب اللي بيجي النادي الاهلي ليه مواصفات معينه، لازم يكون شرينا. الراجل قال كده بالظبط، ودي جمله عجباني جدا، لازم يكون شرينا. واضح جدا جدا ان النادي الاهلي او لجنه الكوره او الجهاز الفني دايما بيختار اللاعب اللي شاريه. اشاور على لاعب لو مش شاريني خلاص. ودايما بقول لكم العبره بالبطولات، مع احترامي للصفقات، العبره بالبطولات مع احترامنا للصفقات، وان حقنا كلنا وحق اي حد انه يدعم. طيب اتحاد الكوره لو انتوا فاكرين من كام يوم قال لك قائمه الموسم الجاي 25 لاعب، قائمه الموسم المقبل 25 لاعب. ده معناه ان انت لازم تبقى حذر جدا في شراء اللعيبه في هذا التوقيت، وتجيب احتياجاتك وبدايه السيزون تجيب احتياجاتك عشان قيمتك تبقى 25 ومقفوله، لانك مش هتجيب لعيب النهارده في موسم الانتقالات الشتويه وتمشيه بعد 3 4 شهور. عايز اقول كلمه للكابتن عادل القيعي، كابتن عادل القيعي هيفضل واحد من اهم الأسماء الكبيرة اللي بتتعامل مع الصفقات والنجوم. وإن الحديث أو إعادة تقييم أو كلام على الكابتن عادل القيعي إن الراجل ده كبر، ده الثعلب، وهيفضل طول عمره الثعلب. والكتاب عنده ما بيتقفلش. ولو فتحت الكتاب عند الكابتن عادل القيعي هتفتحه من سنين. الصندوق الأحمر ده مليان كواليس. مهندس عادل القيعي الصندوق الأحمر ده مليان كواليس للصبح، كل صفحة فيها حدوتة وكواليس. الكتاب ده آخره فين؟ لسه بدري، لسه بدري، لسه الكتاب فيه صفحات فاضية كتير هيتكتب فيها أسماء كتيرة جدا جدا، لكن مش أي اسم يتكتب في الكتاب ده، مش أي اسم، مش أي اسم يتكتب في الكتاب. هو الراجل نفسه وانا سامعه قال في شروط، في شروط،
تخش معايا في مزايدة تخش بتاعه وتكسبني، شابو يا سيدي، ألف مبروك عليك، حقك تفرح. لكن تبقى أنت عارف إنك أنت بتفرح عشان أنا سبتك تعمل فرح، إنك أنت بتفرح عشان هي العروسة كان عندها عريس واحد، ما كانتش الناس بتخانق عليها، العروسة حلوة زي الفل، مبروك على اللي خدها. كلام واضح والرسالة واضحة، وهكرركم الجملة اللي أنا قلتها دائما: الخواتيم والنهاية والعبرة بالبطولات قبل الصفقات، العبرة بالبطولات قبل الصفقات. وبقول لكم إن خلال 48 ساعة هيكون في صفقتين إن شاء الله محترمين وفقا للاحتياجات اللي عايزها الجهاز الفني. كلمة صفقات وقالوا مغامرات وقالوا هات احتياجاتك أو هات اللعيب ده أو تحديدا ده بيجي اللعيب ده، وهذه القيمة الكبيرة اللي بنتشرف إنها موجودة معانا على التليفون على الهاتف. مش عايز انا يعني لما اجي اقدم الباشمهندس عادل القيعي، مش عايز ولا باشمهندس ولا صديقنا العزيز ولا استاذنا الكبير، كلام كتير كله، لكن في الاخر الاسم يكفي. باشمهندس مساء الفل. مساء النور يا كابتن ايهاب. الو، تحياتي ليك وتحياتي الكابتن عادل والاستاذ شريف والاستاذ علاء. الاستاذ علاء سامعك يا كابتن؟ سامعني يا باشمهندس؟ بص يا حبيبي، اولا بسلم على ضيوفك قبل ما ابارك لك على البرنامج، بسلم على الصحفي الجميل علاء عزت والكابتن المحترم عادل عبد الرحمن اللي يعني يمكن زميلته في اول طلعه له مع النادي الاهلي في اول سفريه خارج الحدود مع النادي الاهلي. على اي حال ابارك لك على البرنامج اولا، واسالني في اي شيء بدون تحفظ بعد الصفقات. طيب ما عدا الصفقات انا اسالك طبعا هتحتار واحد. لا لا خالص خالص خالص. طبعا احنا الكابتن محمود الخطيب في معرض الكتاب منذ ساعات قال جمله مهمه جدا، قال النادي الاهلي دايما بيجيب احتياجاته فقط. تعليقك على جملة الكابتن محمود الخطيب؟ ما هو أصل يعني أنت دلوقتي هتروح مطعم ها عشان تستعرض على الناس اللي في المطعم، تقعد تطلب أكل 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 سواء مفيد أو مضر أو بتحبه أو ما بتحبوش عشان يقولوا على شوف الراجل ده يعني كريم قد إيه، ولا تاكل احتياجاتك الصحية اللي تخليك واقف على رجليك كراجل. مش مسألة أنت معاك فلوس كيف تنفقها، لكن العبره بالاخر لازم الناس تفهم ان الصفقات وسيله وليست غايه، يعني ما هياش بطوله في حد ذاتها. بس فالكلام اللي بيقوله كابتن خطيب ده منطقي جدا لاي نادي بيسعى ان هو يعني يحقق اهدافه، انه ما يجيبش ناس حتى تعطل ناس يعني مظبوط. المساله عايزه رويه وعايزه حسابات وعايزه، واحنا مش بنشتغل علشان حد يشيد بينا، احنا بنشتغل عشان مصلحه النادي الاهلي. الا والله هذا العمل وهذا الجهد حقق المصلحه، الاشاده هتيجي بعدين، احنا مش شغلانه موضوع الاشاده دي. طبعا كلنا عارفين وعارفين دورك يا باشمهندس كويس قوي، لكن الحديث والزخم على مواقع التواصل الاجتماعي، طب الاهلي كان عايز صفقه ولا لا؟ طب ليه الاهلي ما علاش السعر؟ طب هو في سقف للصفقات في النادي الاهلي؟ ده شغلنا ودي اسرارنا بقى يا ايهاب. تمام. يعني ما انا ممكن اكلمك في نقطه وانا رايح في نقطه تانية. مظبوط. يعني ما هو برافو عليك. المساله مش كده، الحسبه مش كده. ممكن تكلمني في نقطه وانت رايح نقطه تانية. انا واعتقد ان التجارب السابقه مجلس اداره النادي الاهلي دائما كان يحقق النجاح، حتى في عز انتقادات مجلس المهندس محمود طاهر كان هناك نجاحات بعد اكتساب الخبره في موضوع الصفقات. صحيح حصل في الاول شويه دربكه جامده، لكن في الاخر اسلوب الاهلي ومصلحه الاهلي واحتياج الاهلي بيفرض نفسه. الشطاره انك تجيب الصفقه المناسبه بالسعر المناسب، مش موضوع ان انا تاني وهقولها النادي الاهلي موقفه كويس، ما هوش مش محتاج حد يضغط عليه عشان يبيع له حاجه ها اكتر من قيمته، بس انما ممكن جدا انت تعمل خمس ست صفقات
كويسين ويعملوا لك يعني احتفاليه حلوه، لكن انت ممكن تجيب صفقه واحده تكون محتاج لها ها بالظبط تحط فيها امكانياتك كلها او تربع امكانياتك مظبوط، زائد ان في مستقبل وانت بتفكر في السنه الجايه واللي بعديها، ما تقعش في هذا الموقف تاني. لازم نظرتك تكون نظره مستقبليه، لكن احنا مش بنشتغل كرد فعل، احنا بنشتغل الايام سوف تثبت كيف كان الاهلي كما قال الكابتن محمود الخطيب يفكر بعقل وليس بقلب، وبيفكر بدون انانيه انه يطلع يكسب شعبيه واشادات، ولكن مستعدين نتحمل الانتقادات بسبيل ان ينصف التاريخ النادي الاهلي والمستقبل القريب باذن الله. بعض الاصوات العاليه كده انتقدت الكابتن عدلي بصوت كبير وتهجمت شويه كده في قصه راحت عليك يا كابتن عدلي. والله يا ما دلعونا على ايه؟ دلعونا شويه، ايه المشكله؟ انا لا شاغلني الدلع ولا شاغلني الهجوم. انا يشغلني مصلحه النادي الاهلي. انا مش عايز حد يعني يسقف لي قوي، انا مش معتبر، بص انا لم اسعى ان اكون معروف ولا اعتبر نفسي نجما، اشكر من اعتبرني مشهورا ونجما ونجمني عشان يحاسبني كتر خير. طب الكابتن عادل عايز يقول لك حاجه. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك يا حبيبي؟ ازيك. عامة احنا فاهمين الامور، يعني انا شخصيا كمدرب محترف انا فاهم الامور بتدور معاك انت ازاي، كمان انت كمهندس عدل القيع. يعني اولا الاهم اللي الناس مش فاهماه، اهم حاجه في الموضوع ده كله السريه والاتجاهات بتاعتك، وكمان حاجه تانية مهمه لانه هو مسرح، اللاعب اللي هيجي هيفيد ازاي وهنشتغل بيه ازاي، وعلشان هو لو ما لعبش وما بقاش لعيب كويس مش هيتسوق كويس تاني، فالحاجات دي احنا فاهمينها يا باشمهندس. بس هو المشكله في ايه؟ المشكله انه الاعلام هو اللي بيصور كده، فانا افتكر ان انت عارف الموضوع ده من زمان، ويمكن احنا شفنا صفقات كتير معاك كان فعلا الناس بتروح اتجاه وانت بتبقى في اتجاه تاني انت واللجنه، واكيد انتوا محترفين وشغالين بالسلسله بتاعت اللي هي هذا نبدا ازاي نقيم اللاعب، وبعدين نبدا ازاي هنجيبه، وبعدين هنبدا ازاي نشوف المكان. العادل طبعا اشكرك طبعا على التوضيح المهم جدا ده جدا لانه بيلمس الحقيقه، لكن كمان عايز الناس تتفكر حاجه مهمه جدا، القايمه 25 لاعب السنه الجايه. مظبوط. بس احنا مش بنلم عشان نفركش. مظبوط. احنا بنستكمل، بنعمل ابجريد، بنطور. فالناس لازم اللي ايده في الميه مش اللي ايده في النار. على فكره في حلقات بقول احنا بتكلم عن النادي الاهلي مش على عدل القيعي. في حلقات ثابته وقبل الصفقات ما تصار في الفتره دي قلت الكلام ده. لان انا مش صاحب الفضل خلي بالك، ومستعد ان اتحمل اللوم بالنيابه عن الجميع، ما عنديش اي مشكله. انا الاهلي اداني اكثر مما استحق او توقع. واخد بالك؟ عندما ينالني بعض الهجوم طبيعي جدا انا شخصيه بقت تعتبر عامة إلى حد ما، تتقبل النقد وتتقبل، زائد إن النقد أحيانا بيبقى من واحد محب وسليم النية، وغالبا بيبقى من ناس ليها أهداف أخرى، ومش هتوسع أكتر من كده. طيب كابتن، خلاص موسم الانتقالات الشتوية بيغلق أبوابه، هل ليك رسالة لجماهير النادي الأهلي؟ طبعا رسالة جماهير، لما نقول جماهير الأهلي إحنا ساعات نختزل جماهير الأهلي في مجموعات صغيره قوي. جماهير الاهلي جزء منها الالترا، جزء منها شباب جميل على مواقع التواصل لقى ضلته فين يعبر عن ارائه، بعضهم اعتبر نفسه صحفي وفيهم الناس موهوبين، بعضهم اعتبر نفسه بطل وقائد له اتباع بيسقفوا له الله ينور اديهم اقصف الجبهه، بعضهم له اهداف اخرى يستخدم كسلاح من ناس انها تعطلك، والطعنه قد تكون من الداخل وقد تكون من الخارج، كل ده لا يشغلنا. احنا مشغولين بحاجه اهم. احنا عايزين نصل بالنادي الاهلي الى المكانه التي كان ينبغي ان يكون عليها. بس. في النص كده مستعدين لتلقي اي حاجه، ها؟ وانا شخصيا مستعد ان اتلقى اللوم عن الجميع. بس يبقى الاهلي بهيبته، ما حدش يقل هيبه الاهلي.
اللي هيقل هيبه الاهلي بقى مما يدعون حب الاهلي اقول لهم لو العبوا غيرها. انتوا مش محبين للاهلي. اللي يلعب ويلمس هيبه الاهلي ويدي فرصه لغيره انه ينال من هيبه الاهلي بقول له العب غيرها. عارفين على فكره انا عارف ناس بالاسم وما زالوا موجودين في وسطينا وكلكم عارفينهم. مش هصرح برضو اكتر من كده لحد ما يحين الحين. طب الاستاذ علاء عزت برضو يعني ليه مداخله معاك ما نحرموش منها. اتفضل. اهو النبي. مساء الخير يا باشمهندس. ربنا يسقط من علاء ده. لا هو اتفضل. مساء الخير يا باشمهندس. انا كنت عايز حضرتك بعيدا عن منصب حضرتك كمدير تعاقدات في النادي الاهلي، كنت عايز رؤيه حضرتك كخبير في الوسط الرياضي توصف لنا المشهد الموسم الانتقالات. حضرتك شايف الموسم ده شكله ازاي؟ شايف ايه المتغيرات الجديده في موسم الانتقالات؟ شايف الاسعار رايحه بينا فين؟ موسم هادي. هادي. كان ممكن يعني يكون ساخنا جدا لو انساق الاهلي للاليات اللي كانت معروضه. تمام. لكن الاهلي مسك نفسه، سيطر على نفسه شويه. فساعد على هدوء الموسم. فالنهارده يعني الصفقه الوحيده اللي حصل فيها شويه كلام بتاعه امبارح بتاعه عنتر. تمام. لكن بخلاف هذا انا مش شايف الدنيا ماشيه بهدوء جدا بين كل الانديه. وانا بقول ان ترتيب الانديه قبل الصفقات وبعدها ها محك. هو المحك. يعني انت دلوقتي بتخرج لعيبه وبعدين بتجيب لعيبه. ساعات بعض الناس يقول لك يا ريتني ما خرجت دول وجبت دول، مش كده؟ تمام. بس انت دلوقتي كنادي الاهلي اعتقد كل الناس بتقول احلى كوره، احسن فريق، احسن مدرب، احسن نتائج، اقوى دفاع، اقوى هجوم، ورغم كده بعض جماهيرنا قلقانه مش راضيه، وده شيء على فكره مش وحش. لان تطلعاتهم اعلى من الموقف اللي احنا فيه. وانا معاهم. وانا ما برضو عندما ارضى فهو يبقى معنى كده ان بدايه نهايه. الرضا يكون بالقناعه لكن لا يفقد الطموح. انا رضائي عن مستوى الاهلي ملوش سقف. وكلنا كده وكل اللي بيحبوا الاهلي كده، لكن بالادب بالذوق. مش بالذوق، بالثقه. ما تديش لعدوك كلمه يستخدمها ضدك. بس. طب والقفزه يا باشمهندس عادل، القفزه في الاسعار. وهنغلط. وبنغلط احنا، مش يعني احنا بشر في النهاية. ممكن جدا كلمة تفلت من حد، تصرف يحصل من حد، يعني لحد ما الدنيا تتحكم قوي زي ما كنا متعودين. بس ابو قلب كبير يا كابتن بيتقال عليه طيب. ما هو الطيب وحش ما الشتيمة. هو بس الطيب يعني احيانا يحدفوه على السذاجة شو. الحمد لله انا مش لاقي حد حواليا ساذج يعني. طب الاستاذ علاء بيخص القيمه الماليه للاعبين، القيمه الماليه وتاثيرها السلبي على اقتصاد كره القدم، انت حضرتك مش قلقان من ارتفاع الاسعار بالشكل المذهل ده؟ حضرتك ان نشوف لاول مره بنسمع عن 20 مليون جنيه و40 مليون جنيه في صفقه، هل ده ما زعجش حضرتك كمسؤول المره دي؟ انا بسال حضرتك كمسؤول، هل ما زعجكش هذا الرقم ان يكون في لعيب يطلب فيه 20 مليون او 40 مليون جنيه؟ يزعجني جدا. يزعجك؟ جدا. وانا قلت هذا الراي بصراحه، والناس بتحاسبني على الراي ده، لكن انا مصر عليه لسبب. من اربع خمس مواسم اكثر من ست سبع مواسم كمان كان في قضيه كبيره جدا في انجلترا ان مرتبات المدربين واللاعبين وسوء الانتقالات تهدد مستقبل كره القدم. مظبوط مظبوط. وعلى فكره حطوا لها ضوابط بس ما حدش حاسس بيها. ده بيتخصم من الفرق نقاط. أنا سهل جدا طبعا. بالظبط. انا طلعت الكابتن حسام غالي من 15 سنه بمليون و400 الف يورو. ها؟ تمام. لو الايام دي دلوقتي واخد بالك بياخدوا اللعيبه بمبالغ نص كده لحد ما اللاعب يتالق ويبقى ترس فعلا في الفريق يبتدوا بقى يتبحبحوا. لكن عمال على بطال. تبص تلاقي اللعيبه لسه لا دخلت منتخبات ولا عملت حاجه ويكلموك احسن لعيب في مصر. مزبوط. احسن لعيبه في مصر اللي في المنتخب. ووراهم اللي في المنتخبات الناشئين. ووراهم ممكن يجي لك طفره في النص. الطفره دي
تبقى لوحدها، انما كل اللعيبه طفرات كده، هو ده المزعج. طب احنا برضو هنقول قناعاتنا مش بنشتغل رد فعل، مصلحه الاهلي هنعملها ما يحتاجه الاهلي، مش هنبخل فيما يستحق. النقطه دي مهمه، لان الحديث على ان المنافسين معاهم فلوس بتدفع كاش، النادي الاهلي فلوسه مش جاهزه، عايز رد واضح للنقطه دي يا باشمهندس. المنافس انا ما اعرفش ظروفه ايه، وعنده فلوس وكاش ربنا يبارك له، لكن النادي الاهلي عنده فلوس مش كتير قوي زي ما الناس كانت فاهمه، بدليل ان النادي استلم النادي 50 مليون جنيه بشويه مجهود الفتره اللي فاتت، اشتراكات ومش عارف ايه وضغط وبتاع، ممكن يكون وصلنا 130 150 محتمل مليون جنيه. فمساله ان انت تقنن حتى طريقه الدفع وسيوله وترتبها باولوياتها في الوقت اللي انت عايز تكمل في تطوير النادي وتكمل في سداد المستحقات بتاعت اللعيبه وتكمل في تدعيم الفرق الثانيه، ودي هتاخد اهتمام كبير جدا الفتره الجايه. طب بس نقطه لازم نوضحها، معلش يا باشمهندس انا مطول عليك اعذرني، يعني ممكن البعض يفهم من كلام حضرتك ان قد يكون العائق المالي. لا لا لا, لا ايوه دي عايز بس ايه ده اللي انا عايز اسمعها. لا لا بس مش ما انا بقول لك يعني مش لدرجه ان ما يهمكش تدفع يعني الفلوس مش كتيره، مش لدرجه ان ما يهمكش تدفع كام، لكن اللي عايزه هتدفع فيه، اللي عايزه هدفعه اولويه اولى. تمام. اللي محتاجه مش هنبخل على حد يستحق، ويعرف ونعرف انه مؤكد لما يخش هيطور النادي، هيطور الفريق، هيحقق مستقبل مع النادي، هيحقق مشروع نجم. مش هنبخل في دي. اما ما احناش داخلين سبق مع حد. يعني اللي معتبر نفسه داخل سبق معانا، والله يعني احنا مش شايفين ان احنا في سبق مع حد. لانه ممكن ياخدنا في طريق انا طالع اسكندريه ابص الاقي بدري في طريق مصر الاسماعيليه لان جريت جنبه، وهو مش جاي، طب انا اعمل ايه؟ انا مش عايز حد يجرجرني كنادي اهلي الا في طريق. فانا طبعا بالنسبه لي مش داخل سبق، مش عدلي النادي الاهلي مش داخل سبق مع حد. بس. واللي اعتبر ان احنا كبرنا، ما احنا كبرنا. الحمد لله ان احنا بنكبر. الحمد لله ان قدرنا عند الناس كويس. واللي شايف ان الزمن توقف وما بيكبرش يقول لنا عمل ايه؟ انا عايز اشكرك يا كابتن عدلي، وهستمتع بيك برضه في البقيه اكيد عندك في ملك وكتابه بكره ان شاء الله. انا ما عندي اكيد اكيد شايل حاجه، سايب لنفسك حته برضه دخلان علينا كده برضه، بس مش مهم احنا برضه هنتابعك بكره كده. حلو طبيعي دي. كده حلو استمتع بيك دايما يا كابتن، وبالتوفيق. واشكرك كابتن، اشكرك. كلام مهم وتوضيح، يعني توضيح مهم وفي توقيت دي. ونخش على القيمة الكبيرة اللي فيها النادي الأهلي، ورسائل بتوجه كده لازم نكون شايفينها بشكل محترم. معرض الكتاب وأولى ندواته، أولى ندوات معرض الكتاب، إن كل اختيار في أول ندوة في معرض الكتاب كابتن محمود الخطيب، رسائل واضحة جدا ومباشرة جدا، وأهداف محددة في ندوة مع شباب مصر. القيمة الكبيرة والرمز الكبير كابتن محمود الخطيب تكلم في أول ندوة لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب. سريعا نشوف تقرير ونرجع نتواصل. في البداية طبعا أنا يعني سعيد جدا إن أنا أكون في وسط حضراتكم النهاردة. يعني الكم الكبير اللي أنا شايفه دوت ده شيء بيسعدني جدا. وبشكركم لحضوركم، وبشكركم لتعبكم، وبشكركم إن أنتوا اديتوا من وقتكم يعني جزء علشان تسمعوني. وبشكر حقيقة إدارة المعرض، وعايز أتكلم على معرض الكتاب. معرض الكتاب هو أقدم معرض في العالم من سنة 69، وإحنا كلنا بنفخر بده إن يكون لمصر دايما الريادة في أمور مهمة جدا
وخاصة الثقافة. الرياضة دي ممكن يبقى ليها دور كبير جدا في ثقافة المجتمع. وده يمكن من الحاجات اللي خلتني أكون حريص جدا من أول يوم إزاي نكون للرياضيين شكل مختلف، وإزاي يكون ليهم دور مؤثر في المجتمع. عشان كده يمكن ده الحقيقة فادني جدا جدا بدايتي ونشأتي، كمان من إيماني بإن الرياضة ليها دور زي ما نقول القوة الناعمة، هي أحدى أهم عوامل القوة الناعمة، لأن كتير جدا بيحب الرياضة، ويمكن الكثافة الكتير اللي أنا شايفها ديت ده بتبقى دليل مهم على اللي أنا بقوله. من خلال الرياضة إزاي نبني مجتمعنا، وإزاي يكون للرياضة دور في تنمية المجتمع. الأندية الرياضية إحدى مؤسسات الدولة، ويجب أنها تكون على هذا المستوى، ويجب أنها تفكر إزاي يكون ليها دور مع الدولة ومع توجهات الدولة، إزاي نشيل من على عبء الدولة بالذات الأندية الشعبية الكبيرة اللي ممكن يكون عندها إيرادات بعيدة عن دعم الدولة. أعتقد ده برضو من الحاجات اللي يجب أن احنا نفكر فيها ونحاول ندعمها. عشان كده في النادي الأهلي بنفكر دايما إزاي يكون إيرادات النادي الأهلي إيرادات عالية، إيرادات يعني الحقيقة نساعد الدولة في أن احنا ما ناخدش دعم من الدولة، ولكن نعتمد على اسم النادي الأهلي وشعبيته الكبيرة، إزاي يكون فيه إيرادات وإيرادات يعني الحقيقة يكون ليها دور في تنمية النادي وبالتالي تنمية المجتمع. مفيش خلافات ما بيني وبين حد، العكس كل واحد ليه وجهة نظر، بنحترم كل الناس، كلهم زمايل، وده شيء أعتقد إن هو مفيش أي خلاف عشان بس حد تبقى مطمن. يعني التلات أندية عندنا مكتبات على أعلى مستوى، عندنا الحقيقة زوار للمكاتب، ودي حاجة مطمنانة جدا، عندنا زوار المكتبات دي زوار كتير جدا، والحقيقة معظمهم من الشباب اللي هو لغاية يعني 20 سنة، وبعدين كمان الرواد اللي هو بعد 50 و60 سنة. الحتة اللي في النص دي بقى عايزين نعالجها، عايزين ازاي نعالج السن ده، ازاي كمان يهتم بالقراءة زي الشباب وزي الرواد. عشان كده بقول الرياضة ليها دور مهم، ونجوم الرياضة ليها دور مهم. اي نجم يطلع يدعو لهذا ويدعو للقراءة، لان اعتقد الكتاب سلاح مهم جدا، مش بس عشان الثقافة، عشان حياتك كمان. في تطور كبير حصل، التطور دوت ان كل ما زادت الايرادات ومصادر الايرادات زادت، ده شكل طبعا مع كمان اختلاف سعر الصرف بتاع الدولار، فالجنيه قيمته قلت شوية، فبقت الارقام كبيرة، وده بيبقى عرض وطلب، اللي يستطيع ان هو ياخد ده ياخد، لكن بنحاول بقدر الامكان نحافظ شوية على السوق المصري. ده اتجاه ان احنا ما نخشش في اي صفقات او حاجة الا ما تكون ضرورية، وضرورية للنادي بتاعك وفي مراكز معينة، مش مجرد انها تبقى صفقات لدرجة لمجرد الصفقة. حاجة تانية، مفيش طبعا اي علاقة طيبة وعلاقة كلها يعني بلغة الاحترام مع سيادة المشرف والدولة المصرية. بالنسبة لدور النادي الاهلي، النادي الاهلي زي ما قلت احدى مؤسسات الدولة الكبيرة، والنادي الاهلي لازم يكون له دور مع الدولة في الاستقرار، في اسلوب حتى في الرياضة، في اسلوب اتخاذ القرار. شيء مهم جدا ان احنا كلنا شايفين القرار ده ممكن يفيد الدولة ازاي، ويحافظ على استقرار الدولة ازاي. النادي الاهلي نادي كبير بشعبية كبيرة جدا، اي قرار بيصدر منه لازم يكون محسوب جدا جدا. حاجة تانية بالنسبة للشباب، برضو ايماننا بدور الشباب، فاحنا خدنا قرار قريب جدا في مجلس الإدارة ان جميع لجان النادي لازم يمثلها 50% شباب، لازم عشان الشباب هو ده اللي هيقود بعد كده ان شاء الله. وعملنا كمان لجنة خاصة بالشباب، لبعض اللجنة الرياضية وثقافية واقتصادية خاصة بالشباب، كلها شباب. النادي الاهلي ما بيدخلش في صفقات الا يكون صفقات الفرقة محتاجاها بالفعل في مراكز معينة. النادي الاهلي الحمد لله عندنا فريق كويس. بالنسبة للجمهور، كل انا اقدر اقول للناس ان احنا جمهور النادي الاهلي يعني الاول بصفة خاصة هم الداعم الرئيسي لفريق الكورة، وهم الحقيقة بنعتبرهم اللعيب رقم واحد، لان احنا طول عمرنا جمهورنا ليه دور كبير جدا جدا في دعم الفريق ودعم او في تحقيق بطولات النادي. الجمهور عنصر مهم، زي ما اللعيبة عنصر مهم، زي ما الاعلام عنصر مهم، الاعلام بيدعم هذا الامر وبيدعم بطولات النادي الاهلي. في الاخر
المسؤولين كمان الاداره برضو بيهم دور، لكن الادوار دي كلها هي ادوار كلها حول ازاي رفعه النادي الاهلي، وده اعتقد كل واحد قايم بدور الحمد لله. انا نصيحتي ان احنا نتعامل بصدق ونتعامل بحب ونتعامل بطبيعه نفتكر نفسينا. انا بقول لك ليه انا حكيت وانا لسه صغير، كانش حد يعرفني وانا ماشي وانا طفل صغير بركب الاتوبيس وباخد امشي 15 كيلو عشان العب رياضه، وكمان لما كبرت لغايه النهارده الكلام ده في دماغي وفي عينيا. لازم كلنا كل الاسماء اللي ربنا انعم عليهم باسم شهره في الرياضه، واحنا بنعد برنامج الانتخابي بتاعنا بتاع مجلس الاداره الحالي كان من وجهه نظرنا كيفيه عايزين نبني الاستاد بتاعنا. فشفنا ان في شركه في انجلترا عملنا اربع خمس شركات كده، في منهم واحده في انجلترا. الشركه دي بعتنا اثنين من اعضاء مجلس الاداره بتوعنا راحوا وشافوا زي عملوا زي رؤيه كده مع الشركه ازاي يقدموا لنا تصور. التصور اللي هم يقدموه ده تصور مجرد تصور بنعرضه للناس، وبعد لو احنا ربنا كرم بنبقى في زي مناقصه، والمناقصه دي تبقى عامه للناس عشان يدخلوا فيها زيهم زي كل الناس. ولكن لما جالنا موضوع الاستاد بشكل مختلف وقفنا ده شويه لغايه ما ده مش هتحتاج مناقصه، ان جايز ناس جايه تديك هديه استاد بملحقاته يعني. ده بالنسبه للموضوع هنا. بقى في السفريه بتاعت انجلترا زمايلنا الاثنين الشركه دي كانت عامله استاد ويمبلي في انجلترا وعامله استاد ليفربول، فراحوا فرجوهم الشركه فرجوهم على الاستادين من ضمن الاستاد ليفربول. طبيعي جدا لما رايحين طلبوا محمد صلاح على اساس ان محمد لاعب في ليفربول، قابلهم فعلا في الملعب جوه الاستاد ويكلموني من هناك. وهو الحقيقه كلمني محمد الكلام ده بقى قبل الجائزه بتاعه افريقيا بحوالي شهرين وشويه. انا الحقيقه قلت له محمد السنه دي هتاخد احسن لاعب في افريقيا، عايزك تستمر على نفس الاداء ونفس المستوى، واستعين بربنا سبحانه وتعالى بتوفيق الله سبحانه وتعالى ان شاء الله على نهايه السنه تبقى احسن لاعب في افريقيا. ده شيء يسعدنا كلنا. بعد بقى ما حصل الجائزه كلمت انا محمد وباركت له، وان شاء الله لو موجود في مصر لو الظروف تسمح ازاي نقدر نعمل له برضه زي تكريم، بس نعمله احنا كلعيبه كوره يعني، ان احنا بنكرم ولد من اولادنا شرفنا كلنا. اهلا بكم من جديد بعد ما سمعنا التقرير المميز للكابتن محمود الخطيب. زي ما بقول لكم الرسائل واضحه ورسائل صريحه جدا. يمكن اللي كان حاضر وحضر الندوه شاف ان الكابتن محمود الخطيب جاوب على كل الاسئله، جاوب على كل الاسئله واتكلم وتفاعل مع الشباب. لكن بقول لكم لما يبقى معرض الكتاب والندوه الاولى الافتتاحيه فيها الكابتن محمود الخطيب، رساله واضحه جدا جدا ورساله مهمه وقيمة كبيرة جدا جدا. مصر كلها بتعتز بقيمة الكابتن محمود الخطيب والرسائل اللي اتكلم فيها. حتى نفس الكلام لما كنت بقول لكم في الانترو، الاهلي بيدور على يعني احتياجاته صفقات، الاهلي بيدور على احتياجاته تحديدا. كمان رسائل كتير اللي قالها، لكن خليني اتكلم اكتر. ومعايا مكالمة مهمة جدا من احد اصدقائي الاعزاء والمتحدث الاعلامي لمجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ شريف فؤاد. مساء الخير يا استاذ شريف. خالص تحياتي ليك ايهاب ومشاهديك الكرام وجمهور النادي الاهلي العظيم، واشكرك يعني على هذه التقديمه اللي تنم عن طيب خلقك كالعاده. اولا حضرتك وحشني جدا وصديق محترم، وانا بعتز بيك على المستوى الشخصي واضافه كبيره جدا جدا في منظومه النادي الاهلي. ربنا يخليك، ده من كرم اخلاقك يا ايهاب يعني. ربنا يخليك وبألمك وبإطلالتك دايما بتسعد بيها كلنا. لو جينا يا استاذ شريف نتكلم عن ندوه الكابتن محمود الخطيب النهارده في معرض الكتاب، ويمكن انا كنت بقول ان رساله واضحه ورساله كبيره ان الكابتن محمود الخطيب يكون اول ندوه في معرض الكتاب السنه دي. والحقيقه خليني اقول لك انه انت عارف معرض الكتاب ده ثاني اكبر معرض على مستوى العالم، وهو اقدم معرض على مستوى العالم، وبيزوروا الحقيقه يعني ما يقرب من نصف مليون زائر خلال فعالياته. بتكلم النهارده عن اللقاء الفكري، وهو فعلا اللقاء الفكري في هذه التظاهره اللي انطلقت للجمهور بالامس بعد ان تم افتتاحه يوم الجمعه كما تعلم ايهاب. كان الحقيقه الدكتور هيثم الحاج اللي هو رئيس الهيئه العامه للكتاب والمشرف على المعرض،
الدكتور ايناس عبد الدايم وزير الثقافه حريصين على يعني انه يكون رمز النادي الاهلي الكبير واسطوره كره القدم عبر مر العصور. كابتن محمود الخطيب ضيف لهذا اللقاء الفكري او احد اللقاءات اللي تتم مع قاده الفكر والراي في البلد بحيث انه ينقل الحقيقه للشباب ولرواد المعرض ولجمهور المثقفين ولجمهور كره القدم عامه في شتى انحاء مصر تجربته الحياتيه وتجربته الانسانيه وكمان الموهبه وازاي قدر يحافظ على يعني تقدمه وتفوقه وتانقه وتالقه ان صح التعبير طوال هذه السنوات. ما فيش اثنين بيختلفوا طبعا على نبل مشاعره وعلى اخلاقه. فالحقيقه الكابتن محمود الخطيب رغم ظروفه النهارده انت عارف ان كان في اجتماعات كتير طبعا وكان في توقيع بروتوكول مع جهاز المشروعات قطع هذه الاجتماعات وحرص على الحضور برفقه السيد وزير العمل فاروق العمل وزير الرياضه الاسبق ونائب رئيس النادي وكمان كان موجود الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره والكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي علشان يلتقي جمهور المعرض ورغم الالام اللي في رجله زي ما انت عارف ايهاب طبعا ان هو يقف احتراما للناس اللي جايين الحقيقه كل حد متصوب من الساعه 3 ومنتظرين ميعاد الندوه ويجاوب على كل الاسئله واتكلم يعني لو انت توقفت امام كلمته الافتتاحيه كان بيتكلم فيها عن نوع من كفاحه ازاي ان هو طبعا يعني كان بينتمي الى اسره متوسطه الحال وكان بياخد قرش عشان يجي من عين شمس للنصر لنادي النصر في مصر الجديده يعني الحقيقه لا تملك الا انك تقف بكثير من التقدير والاحترام لهذه القامه اللي بيدي الحقيقه المثل والقدوه لشبابنا لانه ما فيش حد بيبدا كبير كل انسان بيبدا صغير لكن بالعمل والاخلاص والاجتهاد بيصل الى ما يصبو اليه. فالحقيقه كانت انا شايف ان هي ندوه في المضمون مهمه جدا وخرجت منها مجموعه من الرسائل اللي بتؤكد قيمه النادي الاهلي وبتؤكد قيمه الكابتن محمود الخطيب ولا اخفيك سرا الحقيقه انه الناس اللي انا وقفت معاهم بعد الندوه من الشباب وكبار السن وحتى النشء اللي جم قد ايه كانوا سعداء ومبسوطين وهي دي بقى قيمه النجم ورمز من رموز القوى الناعمه المصريه كابتن ايهاب ان هو ينقل هذه التجربه الحياتيه والانسانيه لشبابنا ونشئنا علشان يتعلموا منها ويتاكد بيهم ان بلدنا بخير طول ما هي بتمتلك الحقيقه قامات زي الكابتن محمود الخطيب. استاذ شريف اكيد شباب كتير جايه شايفه مثل وقدوه قدامهم عايزين يتعلموا منه ويسالوه اكيد كان في بعض الاسئله الشخصيه ولكن اللافت للامر ان كانت كلها اسئله الساعه واسئله رياضيه واسئله متخصصه اكتر في الصفقات وفي النادي الاهلي والحديث عن محمد صلاح والحديث عن علاقه الكابتن محمود الخطيب برؤساء الانديه الاخرى كانت بصراحه ندوه يعني مكتمله وممتلئه بالمعلومات وبالكلام والقيم المحترم. صحيح يعني انت تعلم طبيعه الشخصيه للكابتن محمود الخطيب طبيعته الشخصيه ودماثه خلقه الحقيقه كابتن ايهاب يعني الرجل فعلا يعني دون تجمل الحقيقه انت يعني يمتلك قلب من الالماض صح التعبير وطيبه وكرم اخلاق متناهي والحقيقه فكره انه كمان بيجلس على مقعد رئيس النادي الاهلي فهو يقدر تماما قيمه هذا الكل رغم انه خطيب صوره ومعشوق كره القدم عبر العصور. فالحقيقه وهو بالصدق انا المس هذا لان يعني الحقيقه انا من حسن حظي اني قريب من الرجل الفتره الاخيره واعلم يعني كيف يفكر واعلم امكانياته العاليه واعلم حجم ما يحمله من تقدير واحترام لكل الناس يعني. استاذ شريف اكتر حاجه لفتت نظرك النهارده في الندوه؟ والله تعامله مع الاطفال الصغيرين مش ممكن يعني الولد الشاب الصغير او الناشئ بعد 10 سنين يعني طفل يعني جاي من القاهره الجديده مشوار من الساعه 2 قاعد في الكرسي حاجز الكرسي وحضر ندوه قبلها عشان يقدر يحضر نادي الكابتن محمود الخطيب وجاي يساله بقول له انا ما بقدرش اوصل لاكاديميات النادي الاهلي الموجوده في القاهره فامتى تعمله في المحافظات علشان نقدر يعني نسعى بهذه الاكاديميات ونتقدم بيها. فالحقيقه شيء يسعدك يعني يعني هذه الدماثة في اخلاق الكابتن محمود الخطيب وحرصه على انه يلبي كل طلبات الناس. والغريب انه رجع بعد ما انتهى من ندوه كابتن ايهاب على اجتماع اخر في النادي لان انت تعلم ان مجلس الاداره عنده استراتيجيه مهمه جدا وشبه متفرغين ومقيمين في النادي اقامه دائمه. بالظبط كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره ويعني اؤكد لك ان شاء الله يوم الاربعاء القادم بعد اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي رقم 6
هيكون عندنا مجموعه كبيره من الاخبار الطيبه على كل مستويات، سواء لاعضاء النادي الاهلي والخدمات الاجتماعيه والصحيه والانشائيه وخلافه، او لجمهور النادي الاهلي فيما يتعلق. هم عايزين يطمنوا طبعا على فريق كره القدم وعلى كل الرياضه في النادي، وايضا بالنسبه لمحبي النادي الاهلي بشكل عام، وعن استراتيجيته في مجال انشاءات الاستاد الجديد، التطوير البنيه التحتيه. يعني هيكون عندنا جمله من الاخبار ان شاء الله طيبه بعد ما يعتمدها مجلس الاداره، رفعها بالفعل المكتب التنفيذي، ان شاء الله نسوقها عبر قناه النادي الاهلي الحبيبه اللي هي بتنقل المؤتمر الصحفي اللي بيعقد مجلس الاداره بشكل حصري ان شاء الله. وكمان هيكون في نهايه شهر فبراير، وده خبر حصري لحضرتك وللبرنامج ولقناه النادي الاهلي، يعني 21 او 22 فبراير هيكون في مؤتمر ضخم النادي هيقيمه بشان الاعلان عن كل ما يتعلق بالرؤيه التخطيطيه بقى والتنفيذيه. يعني احنا اتكلمنا عن استراتيجي، تمام، هنتكلم بقى عن خطوات. ده اللي عايز اتكلم معاك فيه يا استاذ شريف. طبعا الاهلي بيوقع بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه لتطوير منشاته، ده اللي هيتم الاتفاق عليه على امور معينه، واللي هيتم اعلانها بالكامل لخدمه اعضاء النادي الاهلي. صحيح، يعني الحقيقه انه هذا البروتوكول اللي وقع النهارده كابتن ايهاب هو مقدمه او توطئه انه شركات هذا الجهاز الوطني العظيم طبعا القوات المسلحه يدخل بكل قوه في فروع او مقار النادي الثلاثه، احنا ما بنتفرقش من اي مقر للنادي الاهلي واخر طبعا، في الجزيره وفي مدينه نصر وفي الشيخ زايد، في مجموعه كبيره من التراخيص جاهزه. الجهاز هيستخرج باقي التراخيص بناء على هذا البروتوكول، عندهم استشاري على اعلى مستوى واساتذه كبار في مجال الهندسه المعماريه والانشائيه وخلافه، هيبداوا يشتغلوا الحقيقه فيما يتعلق بتطوير المبنى الاجتماعي في النادي الاهلي في الجزيره، بالاسوار، بالبوابات، فكره هدم استاد التتش يعني مع الحفاظ على جانب منه كجزء تاريخي، تمام. في مدينه نصر فيها عمل دؤوب، تطوير المنطقه الترفيهيه، انشاء حمام سباحه جديد، مضمار لالعاب القوى، انشاء حديقه اخرى للاعضاء في مكان ملاعب التنس القديمه، انت عارف حضرتك ان تم انشاء 9 ملاعب تنس جديده بجوار ملاعب كره القدم، تطوير الملاعب الناشئين. الشيخ زايد على طول هيبدا العمل في المبنى الاجتماعي مع رؤيه مختلفه الحقيقه، لان مساحه كبيره، الشيخ زايد اكثر من 100 فدان، وانت عارف ان الاستاد كمان مش هيقام هناك، بالظبط. في فلسفه، في رؤيه، في استراتيجيه لاستغلال هذا المكان بشكل يليق باسم النادي وباعضاء النادي. ده على الجانب الاعضاء، زي ما الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته وعدوا في الحمله الانتخابيه وعملوا برنامج عائله الاهلي، هو ملتزم والزم نفسه بيه، واعتقد ان شاء الله انه بقليل من التوفيق يعني هينفذوا هذا البرنامج قبل المده الزمنيه اللي الزموا نفسهم. استاذ شريف، اخيرا كابتن محمود اتكلم عن مدينه الرياضيه للنادي الاهلي، مش الساد بس، المدينه الرياضيه للنادي الاهلي، وقال ان في خلال 10 يعني ايام هيتم تحديد المكان اللي هتقام عليه هذه المدينه الرياضيه الكبيره. يعني المكان شبه محدد وشبه جاهز يا كابتن ايهاب، هو بس المستثمرين هيكون لهم الراي الاخير مع الحكومه المصريه في اختيار المكان، يعني هما قطعتين ارض قريبين من بعض طبقا للامور الهندسيه بقى وسهوله الوصول ليهم والمرافق والامور اللي حضرتك عارفها دي، تمام، هيتم المفاضله بينهم. وطبعا زي ما قلت لحضرتك انه ده هيكون في شرق القاهره، مش في غرب الجيزه، مش في الشيخ زايد، دول هيكونوا يعني قريبين من القاهره الجديده والعاصمه الاداريه الجديده وما الى ذلك. المستثمرين بمجرد ما يحددوا الارض هيبداوا الخطوات الفعليه للتنفيذ. النادي الاهلي اختار الاستشاري بتاعه، عنده استشاري على اعلى مستوى، هم كمان بشكل مبدئي اختاروا الاستشاري بتاعهم. المفترض انه هيتم التوافق على الشركه الوطنيه او الجهاز الوطني اللي هينفذ هذا المشروع، وبمجرد بدء التالي احنا بنتكلم في 36 شهر او اقل هيكون لدى النادي الاهلي المرحله الاولى من المدينه الرياضيه العالميه اللي هتضع في مصاف الحقيقه الانديه العالميه، وهيكون عندك استاد ان لم يكن رقم واحد في العالم فهو واحد من اجمل 3 أو 4 ملاعب على مستوى العالم، وهذا امر يستحقه النادي الاهلي ويستحقه جمهور النادي الاهلي. كابتن ايهاب احنا تاخرنا قوي في هذا الموضوع، لكن الحقيقه بقدر ما بتعمل وبتجتهد وبتعطي بيكون في المكافاه. كابتن محمود الخطيب مخلص بكل جوارحه الحياه للنادي، انا ارى هذا الرجل لا يغضب ابدا الا لشيء يتعلق بحدود النادي الاهلي وباقتدارات النادي الاهلي وبمعايير النادي الاهلي، تجده منتهى الهدوء ودمثة الخلق والمتعارف عليها، لكن الامر لما يتعلق الحقيقه بالنادي الاهلي او ببعض قيمه او تقاليده او اعتداء عليه او حقوقه بتجد شخص ثاني ابدا لا يتسامح ابدا في حقوق النادي الاهلي. فهو الحقيقه بيعمل ليل نهار بيجي على نفسه، احنا الحقيقه بنتمنى عليه انه ياخد باله من صحته شويه، ويعني انه يستريح قدر
الامكان. الراجل كل يوم الساعه 11 صباحا. استاذ شريف مفيش راحه اليومين دول وانت عارف كده وانا عارف كده، لسه بدري على الراحه، ربنا يعينه. بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله القيمه وايضاح بعض الامور. المستشار الاعلامي لمجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ شريف فؤاد، شكرا لحضرتك. طبعا كلام مهم جدا قلناه، وخلينا اخد من كلام الاستاذ شريف بدايه اللي قلته في الحلقه. قلت ان النادي الاهلي ليه سياسه، ليه سياسه في كل حاجه، ليه سياسه في كل حاجه. فلما انت مش من سياستك ابدا تدخل مزادات في حاجه، ومش ابدا من سياستك انك تتضارب في حاجه يوصل قيمتها اكبر من حجمها. بوضح حاجات كتيره لان بعض التليفونات اللي جايه لي والتوضيحات اللي عايزين اوضح اكتر، ما اقدرش اوضح اكتر من كده. وزي ما قلت لكم اليومين الجايين هيكون عندكم معلومات سواء لاعضاء النادي او للجماهير، وصفقات وامور جيده جدا جدا. خليني برضه اقول لكم يعني سريعا، كابتن محمود الخطاب، ناخد تليفون مهم جدا، واحد من احد اصدقائي، واحد من لعيبه النادي الاهلي اللي تقدر تقول عليه مش بقى متربي من النادي الاهلي، هو كده لما تبص في لوجو النادي الاهلي تلاقيه، لان ده من ناشئين النادي الاهلي ومكتمل وموجود. وقت ما كان بيطلب منه انزل بينزل، ريح شويه ريح شويه. راجل بصراحه انا قربت منه كتير جدا، وبلغه الصحافه كده كنا دايما نروح للعيب مش اللي عنده مشاكل، لكن اللي ممكن يعمل لك خبطه، تقول له كده تقول له كده تعمل له كده، مفيش. ماشي طوالي، ماشي دغري، فاهم هو بيعمل ايه، عارف قيمة التيشيرت اللي بيلبسه، عارف قيمة قعدته حتى لو قاعد على مقاعد البدلاء. فأصعب الظروف لما كان بيشارك كان بيتألق. من 48 ساعة كده كان كاتب بوست على الفيسبوك من أبدع، يعني لو الكابتن شغال إعلامي كبير وكاتب صحفي كبير مش هيكتب هذا البوست بهذا الإبداع، ولكنه كتبه بإحساسه، احساسه اللي اتربى بيه في النادي الاهلي، احساسه اللي كبر بيه في النادي الاهلي، رؤيته اللي جايه في الفتره اللي جايه، اللي كان بيقول كان نفسي اعتزل جوه النادي الاهلي ولكن هي الظروف. كابتن احمد عادل عبد المنعم، مساء الفل عليك، وحشني وربنا يوفقك في مشوارك الجديد، ومبروك التوقيع المقص. مساء الفل طبعا يا كابتن ايهاب، ومتشكر جدا على التقديمه الجميله ديت بجد، يعني كتير عليا والله. عشره عمري يا ابو حميد، وكلنا مقدرين دورك في النادي الاهلي وفي الفريق الفتره اللي فاتت اللي لازم الناس تفهمه وتشوفه. طبعا يعني انت حضرتك صديق عزيز عليا، ويعني دي يعتبر اول مداخله اعملها من ساعه ما موضوع المقص ده يعني ايه. فطبعا انا يعني بحمد ربنا الاول على الخطوه ديت، وان شاء الله ربنا يكون موفقني فيها، واقول ان انا مبسوط الحمد لله بانضمامي. طبعا المقص ده يعني نادي كبير، ناس محترمه جدا، اللي هو محمود عبد السلام طبعا من اوائل الناس اللي اتكلمت معايا وشجعتني يعني على الموضوع. انا بصراحه يعني زي ما انت قلت في التقديم، انا كنت يعني عمري ما تخيلت ان انا امشي من النادي الاهلي بصراحه يعني، وعمري ما كنت اتخيل في يوم من الايام من وانا صغير وطلعت الدرجه الاولى ان انا كان امنيه حياتي ان انا اعتزل جوه النادي الاهلي وما العبش لاي نادي تاني. بس خلاص في ظروف كده، عارف ظروف قهريه طبعا بتاخدك لحتت، لازم تبقى في قرار بالنسبه لك، يعني لازم يكون في قرار بالنسبه لك، ولازم تقيم الوضع بشكل منطقي يعني. بس فانا الخطوه دي كانت خطوه مهمه بالنسبه لي، وانا طبعا انت عارف النادي الاهلي ده يعني ده بيتي طبعا، وزي ما انت بتقول اللي انا كتبته ده انا كنت حاسه جوايا، وكان في كلام اكتر من كده كمان جوايا. لا انا بحييك اولا على البوست اللي انت كتبته، لانه كان كله مشاعر يعني، انا قريته بصراحه يعني اثر فيها بشكل كبير جدا، خاصه وانا كنت قريب منك ومتابع وشايف احمد عبد المنعم بيعمل ايه، قعدته بيطلب منه بيتصرف ازاي، اي وقت بيطلب منه ينزل بيكون قد الحدث وقد الموقف. والله بص الحمد لله انا بذلت كل جهد ليا، والله عمري ما بخلت على نادية بحاجه. النادي دوت اللي عمل احمد عادل ولحم كتف خيره مش كلام بيتقال والله. انا سبت النادي دلوقتي يعني كلامي يعني الشهاده مش مجروحه خالص، بالعكس
انا دلوقتي سبت النادي وبقول ان فعلا النادي ده انا احمد كاسم خيره وهو اللي عمل احمد عادل وهو اللي عمل اي لعيب كوره في مصر في لعب في النادي الاهلي هو اللي عمله النادي الاهلي كيان كبير كيان عظيم. كل في مواقف للكابتن احمد عادل عبد المنعم لا تنسى الكونفدراليه 2014 وانت بتلعب وانت مصاب ومش عايز تطلع من الملعب وخايف على الفريق، احمد عادل عبد المنعم مش محتاج يتكلم عن نفسه لان احنا كلنا عارفين مواقفك مع النادي الاهلي. والله بص انا بحمد ربنا وفعلا بشكرك على الكلام الجميل اللي انت بتقوله ده والله، بس هي زي ما انت بتقول يعني في مواقف ما بتتنسيش. يعني انا موقف زي دوت مثلا، انا كان بعد المباراه يعني حد من الجهاز الفني كان بيقول لي مش كان ممكن اللي انت تبقى مصاب ده لا قدر الله يحصل حاجه وانت اللي تشيل الماتش وتشيل البطوله؟ قلت له انا ما يهمنيش، انا عملت اللي من على ضميري واللي يستحقه النادي ده مني انا عملته، انا بقى ابقى كبش فدا، انا ابقى ناجح. انا والله ما فكرت ساعتها غير في النادي الاهلي وغير في فريقي ان البطوله دي لازم تيجي وما خسرش النادي الاهلي تغيير. فهي زي ما انت بتقول الواحد ما بيبقاش بيحسب لها قد ما هو كان بيفكر بقلبه ومشاعره وبطوله وجمهور. لا النادي الاهلي يا جماعه كان كبير، لازم كل واحد يفكر التفكير دوت. النادي الاهلي مش اي حد يعني مش اي حاجه، لا النادي الاهلي ده كيان عظيم فعلا. ابو حميد بتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المقصه، فرقه كبيره وفرقه محترمه، لكن ليه تحديدا هذا التوقيت لاختيار هذا القرار الصعب؟ والله بص هو القرار زي ما انت بتقول صعب وانا كنت بفكر فيه من يعني من فتره، وبس القرار زي ما انت مش قادر اخده، مش قادر اخد القرار. فلما قعدت مع الست اللي هو محمد عبد السلام والاستاذ محمد مجدي، الناس محترمه جدا، قعدوا اتكلموا معايا واتناقشنا وكان في فرصه ان انا العب افريقيا معاهم، يعني هقدر استفاد وفي نفس الوقت انا مش هضر في الاثير النادي الاهلي طبعا. طبعا زي ما انت عارف بمن حضر عنده جوان كبيره وعنده ناس يعني قد المسؤوليه، فانا حسيت ان التوقيت دوت النادي الاهلي خلاص مش في حاجه لاحمد عادل في التوقيت ده، واحمد عادل هو في حاجه لنفسه بقى، يعني الوقت ده احمد عادل محتاج نفسه شويه. تمام. بس فاستاذنت بكل ادب طبعا مع الكابتن سيد والكابتن حسام وشرحت لهم وجهه نظري وشرحت لهم قد ايه انا محتاج الفتره دي بجد، عشان تعرف ان اللعيب لازم يلعب عشان طبعا مستواه يعلى ويبقى طبعا في نفسه. فانا كنت محتاجها، فانا استاذنت طبعا الكابتن سيد ان هو يوصل للاداره ان انا محتاج ان انا العب، والحمد لله الناس تفهمت جدا الوضع بتاعي وكانوا يعني فعلا مساندين ليا وساعدوني جدا يعني على الخطوه دي. هسألك سؤال قد يظن البعض انه بعيد، ربنا يكرمك تتألق ونشوفك الحارس رقم واحد في مصر كلها، هيبقى عينك ترجع تاني النادي الاهلي يا كابتن؟ طبعا بص ده بيتي وشرف لاي حد يخش النادي الاهلي، فما بالك انا ابني من ابناء النادي الاهلي. لا طبعا يعني طبعا انا هجتهد وهتعب عشان خاطر طبعا عيني طبعا تكون موجوده على النادي الاهلي. النادي الاهلي لو طلبني والله لو ببلاش والله 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 همضي ببلاش لو النادي الاهلي طلبني في اي وقت، لان ده بيتي وما ينفعش حد يعني يتشرط على بيته او 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 يعني احط تحتها مليون خط. انا عارف والله وواثق في كل كلمه انت بتقولها لان العلاقه اللي بيني وبينك عارف بالظبط انت بتقول ايه، لكن اخيرا كلمه لكل عشاقك من جماهير النادي الاهلي. لا طبعا يعني انا بجد يعني هشتاق ليكم ومشتاق لتيشيرت النادي الاهلي ولوجو النادي الاهلي والكيان الكبير، بس دي سنه الحياه. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ويجمع اكتر قدر من البطولات الفتره الجايه بالجهاز الفني واللعيبه بجمهور باداره بكل الناس. ان شاء الله النادي الاهلي كبير واتمنى التوفيق لكل الناس اللي موجوده يا رب باذن الله. اشكرك كابتن احمد وكل التوفيق ليك في خطواتك المقبله. شكرا يا كابتن. احمد عادل عبد المنعم او شخصيه جميله ورائعه، شخصيه رائعه، واحد من ابناء النادي الاهلي عمرك ما تسمع له مشكله. موجود في اي توقيت يطلب منه المشاركه بيشارك، يطلب منه ما يكونش موجود ما يكونش موجود، ما تسمعلوش اي مشكله. حب النادي حب كبير جدا، لكن هو في توقيت زي ما قال لكم كده بيبقى حاسس ومدرك انه لازم يدور على نفسه. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق للكابتن احمد عادل عبد المنعم. خليني اقول لكم حاجه بسيطه جدا قبل ما استقبل ضيوفي الكرام الكابتن عادل عبد الرحمن والاستاذ علاء عزت ناقدنا الرياضي الكبير. النهارده والظروف الاستاذ شريف فؤاد لما قال لكم الكابتن الخطيب مشغول كان رايح من هنا لهنا وبيتكلم هنا وعنده ارتباطات وعنده مواعيد
بروتوكول وهو بيتوقع كان على موعد كده صغير مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن عبد الله السعيد. كابتن محمود الخطيب ويعني قبل ما يقعد مع الناس كده قابلهم تقريبا 120 ثانيه 120 ثانيه سلم على الكابتن سيد على الكابتن عبد الله السعيد. كابتن احمد فتحي كان متاخر على التمرين جه من بره على طول على التمرين لازم يبقى قبل التمرين بفتره كافيه. كلمتين قالهم الكابتن محمود الخطيب ما لهمش ثالث. قال له يا ابني عبد الله السعيد يا ابني شد حيلك وربنا يكرمك خد قرارك معاك 48 ساعه علشان تبلغنا قرارك النهائي عشان احنا عندنا احتياجات والتزامات لازم نشوفها وربنا يوفقك في قرارك مش اكتر ومش اقل من كده. وبعدها الرساله وصلت للكابتن احمد فتحي. كلام مهم وكلام ليه مضمون ولسه معانا كلام مهم وكلام ليه مضمون بعد الفاصل. هيكون معانا اثنين من ضيوفنا الكبار نجمنا ونجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن عادل عبد الرحمن وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي. فقرتنا الحواريه النهارده في برنامجنا الاهلي في كل مكان فقره حواريه مميزه جدا معايا اثنين نجوم كبار اولا عزيز عليا جدا ثانيا اسمائهم كده مع كل جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي بصفه خاصه سواء كان على الجانب الفني او على الجانب الصحفي. نبدا بالجانب الفني ونبدا بنجمنا الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي. شرفني ومنورني يا كابتن. حبيبي ازيك اخبارك ايه؟ وحشني. ده انت اكتر طبعا وانا سعيد ان انا معاك النهارده ومع الاسطوره اللي انت هتقدمه بعد شويه. اسطوره بقى الصحافه والصحفي اللامع صاحب الاراء الايه بقى؟ الملعوبه خلينا نتكلم بلغه كره القدم وصاحب الاراء البناءه واللي دايما بيكون ليه اتجاه وشكل وكلامه دايما ليه معنى واستاذي على المستوى الشخصي الاستاذ علاء عزت تشرفني ومنورني. ربنا يخليك يا هبه. انا متشكر جدا للدعوه الكريمه وسعيد جدا ان انا لاول مره اكون مع الكابتن عادل عبد الرحمن في عشان كده انا برنامج ضارب بقى البدله عشان كده والله بس هو خدعني يا هبه ظابط الشياكه هو والله العظيم وهو بص جاي ازاي ما انا قلت ده لا انا قلت ان هو شيك وهاب شيك وحبيبي يا كابتن وعلى شيل فانا اجي لكم النهارده كده كاجوال طول عمرك مختلف حبيبي ودايما المختلف هو اللي بيظهر مظبوط حبيبي لا ده انتوا اللي منورين والله نورنا يا كابتن. كابتن لو خلينا نتكلم الاول في احداث الساعه قبل ما نتكلم في موضوع حلقتنا الاهلي في كل مكان ونتكلم ان الاهلي بيمتلك قوه ناعمه كبيره يمكن الاستاذ علاء عزت في مجله النادي الاهلي في الاسبوع اللي فات كان كاتب ان الاهلي اكبر قوه ناعمه وهتكلم معاه فيها لكن احداث الساعه والاجواء ولو كلمتك في البداية عن الصفقات والناس بتتكلم على الصفقات وبتتكلم على الجانب الفني في الصفقات شايف موضوع الصفقات من الناحية الفنية ازاي؟ شوف اولا عايز اقول لك حاجة النادي الاهلي عنده فرقة واثنين وثلاثة يمكن احنا كنا بنحلل مباراة الاهلي مع بتروجيت وكان الكابتن حلمي طولان مدرب الفريق طلع يتكلم معانا ويتكلم معانا وقال لنا انا بلعب فرقة تمتلك صف واثنين وثلاثة دي حاجة، الحاجة الثانية المهمة إنه النادي الأهلي بيشتغل بطريقة مختلفة عن الأندية الأخرى بمعنى يمكن بالعكس إحنا يمكن السنتين اللي فاتت جبنا لعيبة وكان عندنا تخمة كبيرة قوي من اللاعبين. أنت مش ملاحظين إن النادي الأهلي في برضه الإعارات اللي عمالين نطلعها مؤمن زكريا لاعب كبير يهد فرقة لوحده طبعًا ده لاعب كبير أدي مؤمن زكريا وطلعنا كذا لاعب اخر ولكن ما تاثرناش فنيا في الدوري احنا الابطال احنا فرق 6 بونت عن الفرق عن الثاني فرقه الاسماعيلي وعندنا مباراه يعني افتكر ان شاء الله ان الدوري قرب للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيفكر في افريقيا كويس النادي الاهلي بيفكر في الكاس كمان لان اي بطوله النادي الاهلي بيخشها لازم يلعب على مكسبها. الحاجه الثانيه المهمه مش المهم يكون عندك عدد من اللاعبين المهم يكون عندك عدد مناسب في الأماكن المختلفة المناسبة في كرة القدم.
احنا مش عاوزين نرجع للسياسه بتاعه انك تجيبه خلاص. بالعكس، ليه لجنه كوره بقياده كابتن زيزو والكابتن علاء عبد الصادق ومعاهم طبعا الكابتن حسام وجهازه؟ علشان التقنين، علشان انت المفترض انت نادي كبير ومحترف، ما ينفعش انك انت تجيب عماله زايده قدم. فالناس اللي هي متخيله ان الصفقات والصفقه ممكن تروح دي، واحنا النادي الاهلي ما بيجيبش، النادي الاهلي عنده، ده النادي الاهلي يقدر يلعب بطولتين دوري، يعني النادي الاهلي لو دخل في الدوري السنه دي ممكن يلعب بفرقتين، لانه النادي الاهلي يمتلك دكه، وغير الدكه كمان بيمتلك لعيبه بتخرج بره السكور كتيره قوي، تعمل لود على المدير الفني وعلى الفرقه نفسها كمان. مظبوط. فعلشان كده بقول لك حته الصفقات كمان الدراسه ليها اكيد بتدرس بشيء اخر من اللي كان بيتعمل زمان. انا بتكلم في النادي الاهلي او في اي مكان يعني. علشان كده بقول لك الناس ما تقلقش، النادي الاهلي ماشي بالخطوات الصح. النادي الاهلي نطه غير الايام اللي فاتت دي، وانتوا يمكن كلكم شفتوها، استقرار فني دي حاجه تانية. اللي احنا كنا بنتكلم عليه قيمه النادي الاهلي ما بين في الدنيا كلها، انت شايف احنا رحنا منطقه تانية، ودي كابتن خطيب خدنا وودانا فيها، وده اللي احنا كنا بنسعى له يمكن من اول يوم لما جينا نتكلم وكابناء للنادي الاهلي، وسمعنا ان الكابتن خطيب ممكن يرشح نفسه، احنا حاطين في دماغنا انه هياخدنا ويروح فين وهيروح انهي منطقه. شايف؟ اه شايفين طبعا، لانه احنا كبار، النادي الاهلي كبير يعني، قبل الكابتن محمود الخطيب النادي الاهلي كبير برضه، وكبير قوي كمان يعني، النادي الاهلي بنفسه الاول وبعدين بابنائه، ولما بيجي بقى ابن من ابنائه حاجه كبيره، قيمه كبيره قوي، بيزيد الموقف جمال، وبيودينا مناطق اخرى، وبيودينا حتت تانية اللي احنا شايفينها. فحتى الاستقرار الفني والاداء الفني اللي انا بتكلم عليه ده خاص بالجهاز الفني، ودي من الحاجات الاستقرار اللي بيعمله اداره النادي الاهلي من زمان، من ايام الكابتن صالح. ففي استقرار حتى فنيا، حتى في استقطاب الصفقات، كل واحد شغال شغلته. كابتن حسام البدري اشتغل شغلته، وممكن طبعا يستقطب اللعيبه، عنده لجنه كوره، عنده ناس بتبحث الامر. مش عايزين النادي الاهلي ينجرف للانديه الاخرى اللي هي بتشتري وخلاص لمجرد. كابتن محمود الخطيب في الندوه اللي لسه خلصانه في معرض الكتاب قال جمله مميزه جدا، قال لك احنا بنجيب احتياجاتنا، جمله واضحه وصريحه. ده الاحتراف. دي الاداره. في العالم كله بيحصل كالاتي: اولا ما ينفعش لعيب، كيفية انك تجيب لعيب، ما ينفعش لعيب ممكن يجي يقعد ما يلعبش 10 15 20 مباراة. وده حصلت في النادي الاهلي، وحصل لعيبة كتير قوي. وما ينفعش يبقى في المكان الواحد لاعب واثنين وثلاثة ورابع. نمرة واحد بيبقى اساسي. ونادي كبير زي النادي الاهلي لا يصلح فيه التغيير كتير. فنيا انا بتكلم فنيا. انك ما تغيرش كتير طول الوقت. الحاجة التانية المهمة، اللاعب رقم اثنين لما بتجيله الفرصة لازم اللاعب الرقم واحد ما يبقاش كويس. فلما اتنين تجي له الفرصه بعد فتره، ولو لعب وبقى كويس هياخد فتره تانية، طب الثالث والرابع ده هيروح فين؟ دي بتكلمك فنيا. فانت لما تيجي اي واحد عاوز يظبط فرقته من ناحيه الصفقات ومن ناحيه دي بيعمل ايه؟ رقم واحد غير كمان بيشوف في فرقته، لازم اجراء اعمق من كده. اولا لازم الاحصائيه بتبقى عنده من البدايه خالص في قطاع الناشئين عنده. يعني انت بتتكلم على النادي الاهلي الايام الجايه اكيد هيعمل كده، اكيد يعني هيبقى المدير الفني بيقول عندي احمد فتحي، ممكن احمد فتحي يلعب ثلاث سنين كمان، اقصى حاجه يديها لي ثلاث سنين. يبقى لازم باك رايت يتحضر من دلوقتي من قطاعك، لو ما قدرتش تجيبه من قطاعك يبقى تستقطبه وهو صغير كمان، علشان الرقم ما يبقاش كبير. وده اللي كان بيحصل، وده كان بيحصل طبعًا زمان، واحنا كنا اشتغلنا طبعًا فيه. تعالك موجود، وكان الكابتن بدر رجب موجود واشتغلنا وكان فيه يعني اجيال لغايه دلوقتي موجوده. واول ناس قدمناهم كان حسام عاشور في البدايه خالص، اتقدم من القطاع، وكان حسام غالي وسامح حسني ولاعيبه كتير قوي. ولكن انا بكلمك في الوقت الحالي، فكيفيه انك تجيب فرقه، فلازم تشوف قطاعك. قطاعك قدر انه يدبر لك الباك رايت اللي جاي بعد فتره، وده هيبقى موجود الفتره الجايه. هو موجود. شوف انا عايز اقول لك حاجه، ده يمكن انا ما اعرفش، انا بعيد عن النادي الاهلي الفتره دي خالص يعني، ما
لكن انا شايف انه اكيد هيبقى موجود من لجنة الكرة هتبحث في الامر ده، لان العالم كله في ازمة اقتصادية، مش هينفع تشتري كتير. انا بتكلم على الاندية كلها طبعا. لازم تعتمد على اولادك، واولادك يبقوا ناس بتبقى تطلع للفريق الاول، وناس تشتغل بيهم اقتصاديا طبعا. كمان عشان يجيبوا لك دخل، لاعبين يجيبوا لك دخل. وفي مشاريع كتير قوي ان شاء الله هتبقى موجوده، المشاريع اكيد يعني. ولكن اللي انا عايز اقوله لك في الاخر ان الصفقات بتاعه النادي الاهلي في الوقت الحالي الناس ما تستعجلش عليها. النادي الاهلي عنده ما يكفيه يلعب 2-3 دوري كمان. النادي الاهلي ممكن يوصل لنهايه الدوري قبل ما الدوري ينتهي باربع اسابيع خمس اسابيع، لانه يمتلك العنصر الاهم، يمتلك دكه كويسه. لما بيخرج مزبوط. واحد بيدخل واحد تاني، لما بيتباع واحد ممكن بيجي لك واحد تاني. اما بقى اللي هي الفوبيا بتاعت النادي ده هيجيب مين، والنادي ده هياخد مننا صفقه ومش النادي ده. طبيعي في الجماهير، الجماهير لازم تشغل نفسها بالامر ده. الجمهور حاجه واصحاب القرار حاجه تانية. كويس، ما هو انت في الاساس انت في الاخر لازم بترد على الجمهور، لان هو ده حالهم من خلال وسائل الاعلام. انت بترد على الجمهور بايه؟ والمواقع اللي هي بتبدا مظبوط. يعني الرد الامثل بقى اتكلمك، الرد الامثل بالنسبه لنا احنا انك تبقى قاعد هتلاعب المنافس التقليدي بتاعك، مش خايف خالص، مبسوط انك انت هتكسب في اي وقت، ودي حقيقه، وادينا شايفين الفترات اللي فاتت. الدوري العام ان شاء الله يبقى مضمون، وهيبقى مضمون طول الوقت. ده الرد الامثل الفني. الناس كده كده هتتكلم، الناس عايزاك تكسب، الناس عايزاك تبقى افضل، الناس تبقى عايزاك تبقى افضل. تخيل ان جمهور النادي الاهلي لما بيلاقيك كسبان وماشي كويس قوي بيطالبك، بيقول لك بيطمع اكتر، يقول لك، وده طموع جميل يعني، يقول لك انا عايز بقى شكلكم والاداء بتاعكم عامل ازاي. تخلص من الاداء ترجع على الارقام بقى، ورينا ارقامكم. هديك مثال بسيط قوي. احنا سنه 94 كسبنا بطوله افريقيا 93 94، تمام، وكسبنا دوري، وكسبنا كاس مصر، وبطوله عربيه، وكنا حاسمين الدوري قبلها بيجي 3 اسابيع. فبنلعب مباراه من ضمن المباريات اللي حاسمين بيها الدوري، خلاص مخلصين ومخلصين الدوري بتاعنا. اتعادلنا مع الزمالك 1-1، قال لك شمس الاهلي غاب. تخيل الفكره ايه. طبعا وصل. هي دي يعني، هي دي. وكمان الجمهور زعل مننا وما اتبسطناش. طب اديك واحده اقوى، 4-3 الاسماعيلي، كسبانين الدوري العام وفرحانين ومبسوطين، خارجين من المباراه احنا فزنا بالدوري مع الاسماعيلي المباراه الفاصله. تخيل انت كسبان دوري وبيتخصم من كل واحد ايام الرخص، ما فيش فلوس يعني، 4000 4000 4000 5000 ايه يعني؟ انت فاكر المكافاه؟ لا، ده خصومات علينا علشان الاسماعيلي جاب فينا جونين ثلاثه وكان ممكن يجينا. ما فرحناش بالدوري قد ما ادائنا، لان الطبيعي ان لازم نتعلمه في النادي الاهلي وتعلمناه احنا صغيرين، انه ما تسنترش كتير. انا لو مهاجم ما سنترش كتير، بمعنى ان انا ما ادخلش في اجوان. يعني احيانا بنسنتر 3-4 مرات في السنه، كنا في ايام الدوري 4 مرات ونبقى زعلانين قوي، ده رقم واحد. التعادل بالنسبه لك كارثه، حتى لو بتلاعب الباير هناك، تمام. ودي المبادئ دي انت بتعلمها لعيبتك الصغيره عشان بيطلعوا. هشام محمد ده كنا بنلعب في الصيد، بطولة الصيد كانت في البراعم زمان، تمام. ده من يجي 10 سنين أو المهرجانات. وإحنا واخدين الترابيزة كلها، واخدين كل الكاسات وكل أحسن لاعب وأحسن حارس وكل حاجة واخدينها، إلا بطولة التسعين بس راحت مننا في آخر ثانية، كرة لعبت الحظ كرة خسرنا، تمام. هشام محمد وشهاب أحمد وشكري ولاعيبه كتير، لعيبه النادي الاهلي قعدوا يعيطوا اسبوع. بيعيطوا اسبوع، واحنا كمدربين ما كناش طايقين نشوفهم شهور. البطوله واخدين لنا 20 بطوله. دي رساله مهمه جدا طبعا. وحضرتك بتتكلم على المبادئ اللي انت تربيت عليها في النادي الاهلي، اروح للاستاذ علي عزت في نفس المضمون وبكلمك. وانا بتكلم في الانترو قلت ان حق الناس تزعل لو شايفه ان في صفقه مهمه او حاجه، وده طبيعي جدا.
ولكن صفقة قد تكون حتى لو خسرتها ولا تخسر سياستك وتخش تزايد وتعمل، شايف الموضوع ازاي يا استاذ علاء؟ لا انا في البدايه طبعا مندهش جدا من انزعاج جماهير الاهلي، يعني دي بالنسبه لي حاله غريبه جدا، حاله الانزعاج اللي عاشها جمهور الاهلي بقاله 3 ايام على وانتقلت بغضب شديد على موقع التواصل الاجتماعي بشكل غريب جدا جدا. الناس مراجعه لصفقات الاهلي، صفقات الاهلي، والجمهور بيتكلم. يمكن كل ما اي حد بيكلمني النهارده اول سؤال بيسالني الاهلي عفوا الاهلي جاب مين؟ الاهلي تعاقد مع مين؟ في حاله انزعاج غير مبرره، حاله انزعاج غير مبرره لمجرد ان المنافسين بيتعاقدوا. ده الشيء الوحيد، كل ما يزعج جمهور الاهلي ان المنافس بيجيب صفقات بس، بغض النظر عن مدى احتياجات النادي الاهلي. ودي اللي كان فيها كابتن عادل عبد الرحمن. يعني انا النهارده يمكن عملت اختبارات بسيطه جدا لبعض الناس اللي كانوا بيتحاوروا معايا على المواقع التواصل الاجتماعي، بيتسالهم على بعض مراكز بعض اللعيبه اللي هم بيسالوا عليها، لقيتهم ما يعرفوش اللاعب ده بيلعب مركز ايه، مجرد يعرفوا اسمه فقط، ما يعرفوش سنه ايه، ما يعرفوش اصاباته ايه، ما يعرفوش ده كان بيلعب فين قبل كده، هو مجرد اسم، مجرد سمع اسم بس ان في النادي الفلاني بينافس عايز يشتري اللاعب ده وكده. مش مهم المركز، ولا بيسالون على المركز ولا بيسالون. لدرجه النهارده واحد طرح عليا 12 لعيب، بيقول لي كلم اداره النادي في 12 لعيب، قلت له هو النادي الاهلي محتاج 12 لعيب؟ قلت له النادي الاهلي، انت قلت له انت تعلم ان النادي الاهلي هيعاني من تخمه؟ النادي الاهلي الصفقات مش بالكم بالكيف، الصفقات بالكيف مش بالكم. الناس ناسيه ان السنه الجايه في القايمه هتنزل ب 25 بدل 30، يعني النادي الاهلي لو تعاقد مع 4 لاعبين هيصدر لنفسه 4 ازمات في القايمه الموسم الجديد. يعني النادي الاهلي عمل اعراض يا مؤمن زكريا، الناس فاكره، الناس ناسيه ان مؤمن زكريا واحمد الشيخ وعمرو بركات كل ده اعراض بس، يعني ده كل ده هيرجع لك تاني، يعني كده موجودين على 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 حسابك او موجودين في قائمتك. الناس ما تعرفش، الناس منزعجه وخلاص، كل القصه بس ان المنافس بيشتري وما يعرفوش مثلا، يعني ما يعرفوش مثلا ان محمد عنتر ده مثلا مكانه، لو عرفوا اسماء اللعيبه بتلعب في النادي الاهلي في المركز اللي بيشغله محمد عنتر هيقول لك لا مش عايزينه. ولا لسه تقليل من اللاعب، لا مش تقليل طبعا كويس. خالص طبعا خالص. عشان تبقى الامور طبيعيه خالص طبعاً، ولكن ده اكتر مركز في النادي الاهلي فيه لعيب. احنا مركز مشينا منه 2 مستحيل يمشوا، مستحيل انسان يتخيل ان احمد الشيخ ومؤمن زكريا يمشوا من مكان عشان خاطر فيه 11 لعيب. فهو انا شايف ان ده انزعاج غير مبرر، انزعاج ممكن يكون من باب بس اللي هم السوشيال ميديا هي اللي عامله الحاله دي كلها. الجمهور مستعجل قوي ومش عارف هو مستعجل ليه وعلى ايه. لو تتذكر معايا يمكن كان الكابتن صالح سليم كان ليه جمله شهيره، المدرجات ما بتحكمش النادي الاهلي. بالظبط مظبوط. انا اقول لك ان الجمله دلوقتي بتتبدل، السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي طبعاً. لن تحكم النادي الاهلي طبعا بنفس المنطق، يعني وامر طبيعي. هو بس عارف بس هو فكره ايه، المواقع بعض المواقع ما طبعاً. اللي بتصدر للجمهور الاهلي ان انتصارات وهميه، انتصارات صفقات، انتصار. طب ما المنافس ده اللي هو بالعكس اي نادي بيتعاقد مبروك عليه، اي لعيب مظبوط ومنافسه ونتمنى التوفيق للعيبه، ونتمنى التوفيق للجميع. لكن النادي الاهلي كمان مش مطلوب من النادي الاهلي ان هو ينزلق لفخ موسم انتقالات المجنون، ده موسم انتقالات مجنون، ده مش طبيعي. ده كان مضمون سؤالي، الاسعار اللي عليت بالشكل الكبير واللي النادي الاهلي ليه سياسه واللي لما وصل لحد معين قال يا جماعه خلاص انا هي كلمتي واحده، هل رسالتك للجمهور وللمشاهدين اللي بيشوفونا البحث عن ايا كان اسم اللاعب لاعب ولا استمرار سياستك الناجحه؟ لا استمرار طبعا سياسه الناجحه طبعا. انا زي ما قال الكابتن عادل، الاهلي مش هيفتح جراج. احنا ما احنا اصلا النادي الاهلي، يعني الجهاز الفني النادي الاهلي على الامرين من وجود كم من النجوم مش موجوده. شفنا لما كان بيلعب صلاح جمعه يسالوا احمد الشيخ فين، يلعب احمد الشيخ يقول لك في صلاح جمعه فين، يلعب مؤمن زكريا يقول لك وليد سليمان فين، يلعب وليد، يعني كان دايما المدير الفني النادي الاهلي يعرض لانتقادات بمجرد اعلان التشكيل. يعني انا كنت اول مره اشوف مدير فني جمهوره بينتقده بمجرد اعلان التشكيل، يعني بمجرد مش اعلان التشكيل كمان، حتى بعد النتيجه وبعد المكسب. لا يا كابتن هادي كمان مش كده، ده بمجرد اعلان القايمه، اعلان قايمه ال 22، بمجرد ان كان كابتن حسام بدري بيعلن قايمه ال 22 بالتاكيد 22، يعني في 8 من النجوم بره، من 28 من 30 يبقى في 8 بره، ال 8 بره دول غير المجموعه اللي تحت السن، غير المجموعه طبعا تحت السن. ابص الاقي لك هجوم غير عادي كابتن حسام بدري عشان في 8 بره، يتعدل الاسبوع اللي بعديه يخشوا 4 منهم و4 تاني يخرجوا، برضه في انتقادات.
يعلن 22 يتعرض لانتقادات، يعلن ال 18 يتعرض لانتقادات، فالانتقادات موجود دايما، فما بالك بقى لو العدد زاد. وكمان جمهور الاهلي ما عندوش وعي او مش واخد باله ان السنه الجايه القايمه 25 مش 30، فمع ذلك ان يكون في تخمه، ده هي كده كده اصلا في تخمه عند النادي الاهلي، فما بالك لو النادي الاهلي اتعاقد مع خمس ست لاعبين. حتى التعاقدات يا كابتن ايهاب، احنا بنقول دلوقتي الانديه بتدور على صفقات لانقاذ ما يمكن انقاذه، يعني نادي زي نادي الرجاء، انا فوجئت وانا بقدم مباراه الاهلي والرجاء الاسبوع الماضي، بعمل بحث على صفقات الرجاء، والله العظيم كل رابط اقراه بلاعب جديد، اكتشفت خلاص ان هو تعاقد مع 12 لعيب، ازاي النادي تعاقد مع 12 لعيب في نص القناه؟ نادي الاتحاد السكندري اتعاقد مع سبع لاعبين، اول مباراه سبع لاعبين، اول مباراه كسب النصر 3-0. كابتن عادل مستغرب على اللي انت بتقول، 13 لعيب كلمهم بالاسم، لويسر 14 الاتحاد، او ممكن يعني الاتحاد، فوجئت انه اول مباراه ليه كسب النصر، الناس تفاعلت واحتفلت بالصفقات بشكل غير عادي. فوجئنا بالاتحاد ثاني مباراه يتعادل مع مولين العرب، النهارده بيتعادل مع الاسيوطي رغم انه كان متقدم لحد دلوقتي بدل الضايع، كان متقدم 1-0. يعني حتى الاتحاد قبل الصفقات كان عامل خمس تعادلات، بعد الصفقات عمل تعادلات، يعني اصل الصفقات مش هو ده الحل السحري. ممكن يكون منقذ لبعض الانديه، لكن مش بالكم يا استاذ ايهاب، هي بالكيفيه انك انت تحتاج ايه مراكز. عشان كده بتشوف الصفقات لحد دلوقتي انا مش ملاحظ، بس ممكن بعض الانديه تكون تحقق الهدف بتاعها من بعض اللاعبين، لكن بالكم لا، انا شايف ان بالكم. بص يا اسطوره، انا هقول لك حاجه مهمه قوي، يعني كيفيه اداره الانديه في مصر لاستقطاب اللاعبين. تمام. اولا البدايه غلط طبعا. يعني الجمله الاولانيه العنوان غلط ازاي. اي نادي في الدنيا لما تيجي تعمل فرقه كره قدم او هتلعب موسم جديد، تشتغل في موسم جديد، لازم يتوفر لك جهاز فني مستقر، مش جايبه السنه دي، هو انت جايبه السنه اللي فاتت وشغال مع الفرقه، فعارف هيمشي مين وهيجيب مين. لكن معظم الانديه في مصر بيبقى عندها ايه؟ المدير الفني عندها مشي وبيجيبوا مدير فني جديد، فالمدير الفني الجديد بيشيل كل الصفقات اللي فاتت واللعيبه اللي فاتت، وعاوز يجيب لعيب جديد، وده درجه مثال حي. ايوه، عاوز يجيب اللعيبه بتاعته، ده رقم اتنين. رقم ثلاثه، لما بيجي في الشتويه، لما يجي يقول لك انا ابدا، يكون كمان المدرب ده اتغير مره او الثانيه، تمام، فابدا اجيب لاعبين اخرين. هو الفرق بقى ما بين النادي الاهلي وما بين الانديه الاخرى الاستقرار. مظبوط. الاستقرار الفني. يعني اقدر اقول لك انه مثلا على سبيل المثال، لو خدنا مثال السنه دي، حسام البدري المدرب اللي في الدوري اللي بادئ مع الفرقه بتاعته ومستمر فيها، ومن السنه اللي فاتت وممكن من السنه اللي قبليها، ففي استقرار، ففي استراتيجيه ممكن تشتغل عليها. مظبوط. لكن جميع الانديه الاستراتيجيه بتاعتهم مكسوره، ما فيش خالص استراتيجيه متغيره ولا تغييرات. الحاجه بقى المهمه، تعالى انت بقى نتكلم على كيفيه انك انا اديك لعيب. اولا بيتحكم في سمسار اكتر ما بيتحكم في فنيه لجنه كوره. مظبوط. انا بيديني اسم وليس بيديني مكان. يعني انا دلوقتي مثلا سي، انا همسك اي اسم من انديه كمدرب، اول حاجه افكر فيها هشوف الاماكن اللي فاضيه عندي، وهشوف القطاع عندي، لقيت ما فيش في القطاع وما فيش في الاماكن اللي عندي، اقدر استقطب باك رايت عشان ما اجيبش لعيب في مكان تاني وانا فقير ما عنديش طبعًا فلوس. طبعا عاوز اجيب لعيب بالظبط كده. وحاجه تانية مهمه، اجيب لعيب كمان مهم ممكن ادفع فيه رقم اعلى شويه، عشان ممكن السنة اللي بعديها فكوا باتنين تلاتة لعيبة. أنا بتكلم على أندية الفقراء، أكيد دي استراتيجية تأييد لاعبين. ولكن في مصر الموضوع متلخبط، يعني في أندية كبيرة مش عاوز أقول على اسمها، يعني بتجيب لمجرد إن هي بتجيب، إن هي بتعاكنن على الناس، بتعاكنن على الصفقة دي. أنت فاهمني؟ إيه الموضوع؟ في الآخر المحصلة بتاعتك إيه؟ ما أنا قلت، أنا يمكن كنت بتكلم وقلت أنت الختام بتاعك إيه؟ مظبوط. يعني مزبوط. البطوله. مظبوط مظبوط. يعني الرهان على البطوله. البطوله وفلوس طبعا. يعني انت دلوقتي لما توفر لاعب محترف بيروح اعاره، لو ما خدتش منه فلوس فانت بتوفر السالري بتاعه اللي هو الشهر بتاعه وبقيه العقد بتاعه، فانت بتوفر رقم كبير للنادي اللي انت شغال فيه. مظبوط. فهو ده المهم اللي انا عايز اقوله لك، ايه؟ انك انت لما تيجي تشتغل في صفقات مهمه
انك تجيب حاجتك بس كويس. ده لازم. طب الحاله اللي بنشوفها يا كابتن في ارتفاع قيمه الصفقات، هل وانت راجل ليك خبرات وليك خبرات في اكبر الدوريات اللي هي الدوريات الخليجيه اللي بتدفع ارقام كبيره، الاسعار اللي وصلت في الدوري المصري هل الاسعار دي مناسبه ولا غير مناسبه؟ غير مناسبه طبعا، والسبب فيها مين؟ الانديه ورؤساء الانديه. لما بيجوا اللاعبين والسماسره بيتحكموا فيهم ليه؟ لانك انت بتيجي عليك وقت انت كرئيس نادي بتسمع كلام انه في لعيب، انا يعني مبدئيا يعني حتى دي واحنا كنا شغالين زمان يجي يقول لك ايه، انا هجيب لك لعيب يا كابتن في اختبارات تكتبه له، خلي بالك الزمالك عايزه. ها مبدئيا من غير اي حاجه في البدايه يقول لك خلي بالك، اقول له يا عم ما ياخده اشوفه بس الاول خده. لكن الانديه بتعمل ايه؟ يقول له خلي بالك انا جاي لي نادي سين، النادي ده عايزه برقم، فانت علي عشان اديهولك، فيعلي يروح للثالث، لا بقول لك ايه ده انا هديه برقم اعلى. فكل وبعدين بيغيب عنك المعايير، المعايير بالزبط. الفنيه بالزبط. انك انت ممكن، انت عارف ان احنا مثلا يعني في الدوري السعودي على سبيل المثال لما كنت باجي اشتري، لا انا عندي معايير وعندي لجنه بتشوف اللاعب ده فنيه، بنشوف اللاعب ده ثمنه ايه وبنسويه بلاعب اخر. يعني على سبيل المثال مثلا انا لما جيت اجيب حمودي مثلا في الباطن، الباطن مش فريق غني ما معهوش فلوس كتير قوي، ولكن لما جيت اجيبه جبت اعلى صفقه عندي في الفرقه وزودت حمودي عنه شويه علشان اقنع اللجنه عشان اقدر اجيبه طبعا، وزودنا فتره فزودنا الرقم سنه، ولكن مش زودناه بفترة يعني بالدبل علشان خلي بالك لازم قريب انت عارف حدودك. لا وغير كده انت بتصدر لك مشاكل، انت بترفع سقف لعيبتك اللي موجوده. بس من الطبيعي دلوقتي ان كل لعيب يبقى سعره غير التاني بس شكله غير التاني. في نقطه طبيعي. في نقطه مهمه ان هوجه الاعارات للدوري السعودي دي كانت ليها دور سلبي في ارتفاع اسعار اللعيبه في مصر. انت بتتكلم على ان لما نادي في اربع شهور بس ياخد في لاعب 8 مليون جنيه او يعني 200 الف دولار او 300 الف دولار، انت بتتكلم من 8 مليون وطالع عار مده اربع شهور، فبالتالي الاسعار معروفه. فكل نادي دلوقتي يقول لك ايه، لما انا النادي ده بيعير لعيب ليه بره لمده اربع شهور وبيدفع فيه بيستفيد منه 10 مليون جنيه او 8 مليون جنيه او 12 مليون جنيه، انا لما اجي ابيع لعيب من عندي ولاعيب مميز لازم يكون نفس سعره. ودي الفلسفه الجديده، دي فلسفه جديده. انا شايف ان هوجه الاعارات للدوري السعودي لا ليها دور مهم جدا. علت الاسعار طبعا، علت الاسعار بشكل كبير جدا. انت كنت بتتكلم السنه اللي فاتت كان السقف بتاعك 6 مليون جنيه للسوبر ستار، كان 6 مليون جنيه، لما ارتفع في موسم الانتخابات الصيفيه يعني من اربع شهور بس كان السقف بتاعك 6 مليون، كان اقصى لعيب تقريبا كان 8 مليون جنيه، ده في التجديد يعني في اللعيبه الكبار قوي. تيجي دلوقتي تتكلم في الاعارات بتوصل ل 6 مليون في الاعاره، لا المبلغ هب كبير جدا. فهو انا اتكلمت مع احد رئيس احد الانديه فبقول له انتوا ليه مغلين على الاهلي سعر اللاعب؟ قال لك ما النادي الاهلي بيعير لعيب لمده اربع شهور بياخد 12 مليون جنيه، مش عايز ان انا ابيع لعيب بتاعي ب 12 مليون جنيه. ودي كمان الصفقه كمان بتاعت اسلام عيسى، صفقه اسلام عيسى كانت نقطه تحول. عارف يا ايهاب دايما في فتره، كل فتره فترات بتيجي صفقه بتبقى نقطه فارقه او نقطه تحول في عالم بدايه من رضا عبد العال وانت طالع وبدايه من مارادونا لما راح نابولي ب 6 مليون لا ده قصص يعني الناحيه الثانيه دي لا ده طب الناحيه الثانيه دي ناس تحول. بتكسب لا وناس فكرهم عالي دول فكرهم يعني زيدان لما جابوا ريال مدريد جابوا سبعه اول ما جه زيدان اول رقم كان يتشاف 67 مليون لما جاب زيدان وقالوا ان رئيس النادي سفيه وانه صرف وازاي يعمل كده، قال لهم انا هجيب ثمنه قبل ما جاب ثمنه من التيشيرت بتاعته على النت طبعا ازاي قبل ما يشارك من الاعلانات اللي هي حوالين الملعب زودها طبعًا. جاب ثمنه من البث التلفزيوني بيزيد طبعًا. بس انت بتتكلم على في على منتج مؤسسة لا ومؤسسة طبعا. مش منتج وبس بس مؤسسة برضو. بتخليك اسطورة انك انت ازازة المية بتاعتك ليها تمن عشان كده انا هقول لك حاجة اللي انا شايفه في النادي الاهلي انه ممكن هيوصل لدي وانا شايف يمكن انا حضرت مع الكابتن خطيب ندوات كتير واتكلمنا هو ده الفكر اللي هيشتغل عليه ان النادي الاهلي هيبقى حاجة كده زي اندية اوروبا
بس انت ما بتفكرش دلوقتي يا كابتن، انت بص لقدام قوي. بالظبط، بص لقدام فعلا. المنتج هيبقى عامل ازاي؟ اي تحرك للنادي الاهلي هيبقى بفلوس كويسه، والنادي الاهلي بياع، النادي الاهلي اسمه كبير طبعا. ومش اسمه كبير في مصر بس، النادي الاهلي فعايز اقول لك في كل حته يعني اسمه كبير قوي وبياع، فانت تقدر تستثمره كويس قوي. النادي الاهلي طول الوقت هيجيب ارقام مهوله لما هيشتغل في استثمار اللي هو زي الريال وزي برشلونه وزي كده، لان احنا اسمنا في العالم العربي واسمنا في الشرق الاوسط وفي افريقيا يساوي اسم الريال في اوروبا، انت فاهمني؟ فانت تقدر تعمل. عشان كده فاكر الكابتن الخطيب قال لك احنا هنغزو افريقيا، هنروح افريقيا وهنشتغل والحاجات دي، ما هو الحاجات دي جايه من، علشان كده اسعار اللعيبه على النادي الاهلي عمرها ما هتعلى. عارف ليه؟ لان النادي الاهلي قيمه، حتى لو جبتك بعد كده النادي الاهلي لما يجيبك لازم يجيبك ويعرف هيبيعك ازاي. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو اشتريتك ب 10 انا فنيا اعرف ابيعك ب 20 واعرف اسوقك ب 20 طبعا، واعرف اسوقك ب 25. شمال افريقيا قصه فنيه واقتصاديه دلوقتي وماشيه بهذا السياق. الكره صناعه خلاص طبعًا. بقت صناعه، قادر ان انا اصنع لاعب، قادر ان انا اصنع رقم، بمعنى ممكن اشتغل على لاعب ممكن اجيبه بخمسه اشتغل عليه حد ما اوصل له 25. ده مش موجود هنا، وده زيك وده زيك، ان في مفارقات طريفه، مفارقات عجيبه جدا. يعني انت بتتكلم على ان هداف الدوري، هداف الدوري عمرو سعيد لاعب الانتاج الحربي لاعب الانتاج الحربي انتقل من الانتاج الحربي لوادي دجله ب 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه مظبوط. لعيب تاني بينتقل من نادي لنادي ب 10 اضعافه، يعني ده مش منطق يا كابتن عادل. يعني انا اجيب هداف الدوري، ما هو هنا مين باع ومين اشترى؟ مين باع ومين اشترى؟ تخيل لو كان عمرو سعيد ده كان هو دلوقتي محل صراع، نفس الارقام، كنت اسمع نفس الارقام مليون. لان عمرو سعيد الاهلي ولا الزمالك طلبوه اتباع ب 2 مليون جنيه وفي صمت، في هدوء شديد جدا جدا. فجاه اكتشفنا ان هداف الدوري انتقل من الانتاج الحربي لوادي دجله ب 2 مليون جنيه. نشوف اسلام عيسى ينتقل من النصر للمصري فجاه ب 10 مليون جنيه. يعني هل طب اقول لك على حاجه بقى، انا بقى يعني هتخلينا اقول شويه كلام وشويه حاجات. صلاح محسن لعيب مميز جدا طبعا، وصل عرض لإنبي 20 مليون جنيه وباسم مرسي ومحمد ابراهيم طبعا. كوميديا، انت بتتكلم كوميديا في ان الحديث عن الحصول على صفقات بمغريات وبارقام وبلعيبه طبعا. ده محمد ابراهيم لوحده ده فرقه، يعني فرقه. ولكن كل واحد شايف من وجهه نظره. لا مش شايف، غياب المعايير وصاحب الراي. لا المعايير دي قصه، لكن الرؤيه من الشخص العار. يعني انا عايز اقول لك دي حرب، دي في طرح الصفقات. انا شايف لا حرب الصفقات، لا 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 لا. بص انا عايز دي المكايده. ايوه، وانا عايز اختلف معاك في الحته دي يا علاء. هي لا تكون تكون حرب الصفقات. ليه؟ لان مفيش طرفين في الحرب. مفيش، لان انا بقول لك اهو. انت لما تتكلم، لا انت بتتكلم ان النادي الاهلي كان عايز هذا اللاعب، او النادي الاهلي طلب هذا اللاعب ويجي النادي المنافس ياخده. لا ده بيعتبروه، لا لا لا. ما انا اقول لك بص يا استاذ علاء، لو انت مكمل في المزاد على دو على تري وبتحط، انما انت لما تقول انا هنا نفسر للناس شويه، نفسر للناس شويه، يمكن خلاص لجنه الكوره كانت اتفقت على رقم اتقال للنادي الاسيوطي، النادي الاسيوطي قال مبروك تمام، الامور بتخلص بعدها بساعتين ثلاثه تليفون، يا جماعه احد الانديه المنافسه نادي الزمالك عرض فيه كذا وطالب كمان انه يزود قيمه اعاده البيع. النادي الاهلي قال احنا ما بنزيدش على لعيب، احنا الرقم اللي احنا قلناه وانتوا كان لكم موافقه، اي تعديل وكده شكرا. يبقى انت في الحاله دي مع احترامي صراحه مش مزايده اللي احنا بنتكلم عليها. يعني صلاح محسن ما فيهوش مزايده؟ مش هيوصل لمزايده. لا في حاجات بقى. لا ما انا بقول لك، لا يعني انك تعرض. خد بالك يا زعلاء، انا احيانا كان اللعيب بيسهل عليك. بيسهل لما بيكون انا اللاعب ده عارف كويس. لما يكون الاتجاه واضح. تمام مظبوط. لما يكون الاتجاه واضح، واللعيب الاتجاه واضح بيريح كله. مظبوط. لا بس خلي بالك، انا اعرف اللاعب ده كويس، اولا اللاعب ده قيمته هتعلى عن كده كتير قوي، لانه هو لعيب مميز جدا جدا جدا، انا اعرفه من الصغر. فنياته عاليه قوي. يكاد عايز اقول لك انه عنده حاجات، عناصر في اللعبه جديده على المصريين. يمكن مش هقول زي محمد صلاح، ولكن اقدر اقول لك انه عنده عناصر في اللعبه تقرب من الدوريات الاوروبيه. فانا افتكر اللي هيفوز بصفقه اللاعب ده لو بيعرف يفكر ان هو هيشغله على بره على طول، لو بيقدر يفكر ممكن يجيب له رقم كبير. لكن انا بكلمك لما اللي اتقال
الرقم واتقال اتنين لعيبه. مين اللي قال؟ هنا تفرق. هل لجنه كره؟ لا، ده فرض رئيس النادي اكيد هو اللي قال كده. باستشاره مين؟ مدير فني. مدير لا مش المفروض يعني مدير فني ما يقدرش يقول. اصل المدير الفني اللي يقول امشي اتنين لعيبه في حق في 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 قوه الاتنين لعيبه دول واجيب لعيب، اصل انت عارف ايه اللي هيحصل؟ سيبك بقى من الشغل الاداري انك انت خلاص جبت اللعيب، الشرخ اللي هيبقى جوه فرقتك. مظبوط. وانت ايه اللعيبه اللي معاك دول مقالات مش يعني انت عارف ان بيجي عليك وقت انت كمدير فني بتحسب الحسبه. مظبوط. على لعيبتك اكتر. مظبوط. من آه طبعا طبعا النفسيه بتاعت لعيبتي طبعا، ازاي هقابل اللعيبه باللاعب ده، ازاي التعاون هيبقى موجود من اللعب. ازاي العدل هيبقى بيني وبين لعيبتي، ازاي العدل هيبقى بين اللعيبه، رغم ان احنا بنتكلم على اوروبا ممكن يكون لعيب ب 100 مليون ولعيب ب 2 مليون وبيلعبوا جنب بعض. بالزبط. ولكن احنا ما وصلناش للدرجه دي. لازم نوصل. لازم نوصل. لازم نوصل. ازاي خلاص النهارده في لعيبه كباتن بيجي له عرض، هو اللعيب ده الف ده بيجي له عرض ب 2 3 مليون دولار مثلا. بالظبط. وانت بتقول له ناديك بتاعك محتاجك. بالظبط. طب ما انت لازم برضو انا كلعيب وشايف ان انا عندي استفاده ماديه لازم اتقدر عن اللاعب مع احترامي اللي متواجد. مظبوط. وبيأدي، لكن ما عندوش نفس العروض وما جالوش نفس الـ 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 يعني ما ضحاش. فانا شايف ان ده منطق ولازم الفتره الجايه وانا اتفق معاك يكون في فروق بين اللعيبه. بمعنى يعني ان مثلا لو لعيب انت محتاجه وعقده انتهى ومحتاج انت وهو عنده عرض كبير قوي وعرض مغري جدا جدا يساوي مثلا 40 مليون جنيه مصري وهو تجديده سعره في التجديد او ضمن اللائحه في النادي او في سقف في النادي ان ما يعديش 5 مثلا 8 يا ايهاب توصل ل 8 ماشي 8 والمقابل بتاعه 40 مليون جنيه. طبعا انت هنا اللاعب هنا اولا مش مطلوب منه ان هو يضحي بال 40 عشان خاطر ال 8 ونطلب منه ان هو يضحي، لان لو ضحى هيقعد غصب عنه وهيقعد متضايق وهيقعد لكن انا هيقعد متضايق لكن بس هو مش هيقعد انا اكثر السقف انا مش هيقعد لانه اللوائح هو مخلص عقده. طب انا عايز انا عايز اجيبه انا عايز بالظبط كده لازم انا اجدد له دوافع ثانيه. لا انا لما عاوز اجيبه احنا نتكلم على اللوائح، اصل انا في لعيب ممكن اكمل سنه عندك غصب عني علشان ابقى فري عشان الرقم يبقى ليا. انت فاهم؟ انت بتتكلم في ايه دلوقتي؟ يجب على انك انت في فكرك انك انت عندك سنتين، في لاعب عندك سنتين لسه وده بروميس لعيب جامد قوي ممكن يجيب لك رقم كويس، تبدا من هنا تسوق فيه عشان تجيب ال 40 مليون انت تاخدهم وكده كده هيمشوا ويسيبك. يا كابتن لكن هو خلاص انا خلصت مساله احتياج اللاعب، يبقى اللعيب نفسه عارف لا دي مساله انه لو قرب ليه ميزه ثانيه. اه بعد كده لازم يكون له ميزه وتكون ميزه شرعيه مش تسويق. يعني انت دلوقتي اصل في نقطه ممكن احنا بنتكلم فيها شكلا لكن موضوع مش هتنفع ليه؟ لا لانه انا الانديه لا الانديه في انديه فقيره جدا ما انا عارف عندها مصاريفها اللي هي تقدر ما تقدرش تدي اللعيب 30 و20 و25. مظبوط. ايوه. فايه ان تعمل ايه؟ في انديه بص يا شوف انا الواقعيه مهمه جدا. ما تجيش على نادي متوسط ويقول لك انا هلعب على بطوله. زي بالمعنى ايه؟ بمعنى ان يجي في نادي مثلا يقول لك ايه؟ لا ده انا عايز انافس، انا عايز يبقى منظري حلو. منظرك حلو في ايه؟ انت لا تلعب على بطولات لا تلعب في وسط جدول علشان تجيب ارقام عشان تلعب على بطولات. تمام. الفكره بتبقى في طريقين جنب بعض. الطريق الاولاني ان انا اقدر اعمل تيم كويس بس ما عنديش رقم، ما عنديش فلوس. اعمل ايه؟ ان انا اربي كويس وابيع لمده سنتين ثلاثه اجيب رقم كبير قوي، اجيب لعيبه تنافس على بطوله. ده طريق كويس. ما معكش فلوس وعندك فلوس العب على البطوله من البدايه. فهو ما ينفعش انك انت تيجي تقول لي ايه بقى انا اجدد لواحد في فرقه واحد ب 200,000 واجدد لواحد ب 7 8 مليون. الموضوع ده مش هننفع نتكلم فيه سريعا كده عشان عندي فاصل. اتفضل. نطلع فاصل ونركز كي. عشان الموضوع ده مهم جدا 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 في تكوين فريق واستراتيجيه للنادي. طبعا. انت هتجيب لعيب جاهز هتربي ناشئ وتنتج ويبقى عينك على بطوله. طبعا. الموضوع مهم جدا لكن نطلع فاصل ونرجع نتواصل.
بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشة قناة النادي الأهلي، ولسه الكلام مستمر والحوار شيق جدا. بنتكلم في موضوعات بتخص كل الجماهير والمناقشات مع اثنين من طبعا يعني الكبار، سواء كان في مجال كرة القدم أو في مجال الصحافة، الكابتن عادل عبد الرحمن والأستاذ علاء عزت. والحديث قبل الفاصل كنا بنتكلم عن اللعيبة والاستثمار، وهتربي لعيب كويس تنتج بيه فوق ولا هتربيه عشان تبيعه. كمان يا كابتن عادل في مشكلة عند الجمهور، اللعيب الكويس لما بيتألق مع الفرقة، لما تيجي تتكلم في جزئية الاستثمار عشان تبيع الناس بترفض. مظبوط. يعني لو مزبوط. اي لعيب، وبعدين تيجي في الاخر تفضل انت تحنن قلب الجمهور، تقول لهم ايه؟ يا مستقبله، يا طموحه، عنده موهبه كبيره. النقط دي لسه ما عندهاش فيها علامات يعني احترافيه بزياده. اتكلم يعني على الشكل الخاص بمصر يعني. بالظبط. اوكي، لكن الفرق المحترفه او الانديه الكبيره ما بتبصش لدي، لان اللي بيدير مش الجمهور، اللي بيدير الاداره الحاليه. لاني لو جيت في وقت انا محتاج 100 مليون جنيه عشان اصرف على الفرقه، الجمهور مش هيديهم لي، انا لازم اجيبهم بطريقتي علشان اقدر ان انا اعمل تيم كويس تلبي طموحات الجمهور. هنا بقى بتتصدم في حاجتين. اول حاجه، هل انت تقدر تشتغل في التسويق مع البطولات في وقت واحد؟ او هل انت تقدر تشتغل على انك انت تربي من عندك ويلعبوا على بطولة على طول؟ الأندية الكبيرة في العالم كله بيختلف عندها الاستراتيجية دي. فيهم أندية بتشتغل على الإعارات المباشرة، بمعنى أنك أنت من قطاعك أو لعيبة تستقطبها في سن صغير وتطلعها حول العالم في إعارات. على سبيل المثال الإنتر مثلا كان من قيمة 5 سنين، يمكن أنا من 3 سنين كنت شغال في الشباب، كان مطلع حول العالم 293 لاعب إعارة، وبيتعاقد معاه وبيطلعوا إعارة. أنا جالي سمسار من السماسرة قال لي أنا جايب لك لعيب من الإنتر تشوفه في الشباب السعودي. أنا اتفرجت عليه لقيته ما يلعبش في أي نادي كبير خالص، لا قليل جدا، ولكن يقدر يروح نادي أصغر من الشباب السعودي في الوقت الحالي ويجيب رقم ليه النادي الانتر. دي استثمار خاص بالانتر، والاسم الانتر بيسوق لوحده. بالظبط بالظبط، ده اللي انا بقول لك عليه. يبقى الاهلي يقدر في الشكل ده يشتغل بهذا المنظور طبعا، اللي هو الاعارات. يعني بمعنى، يعني انا يمكن الفكره دي كانت عندي من زمان وانا شغال في القطاع ده، الكلام ده من 7 8 سنين. كان عندي فكره في دماغي ان طول الوقت انا نفسي، يعني انا طول الوقت نفسي ان ما يكونش فيه اكتر من 18 سنه في النادي الاهلي. كل اللعيبه اللي فوق ال 18 سنه لازم تبقى في اعارات بره للنادي الاهلي عشان تتفرج على اللاعب وتشوفه كويس، منك انك انت بتجيب سعره اللي انت ربيته بيه، ومنك انك انت بتخليه يلعب يحتك، على انك انت لما يرجع لا يرجع للنادي الاهلي، هيبقى لعيب كبير في النادي الاهلي، لا تسوقه للنادي ده. تاخد قيمه ماليه زي عدد من اللعيبه، منهم نيدفيد رجع، انهم ماهر ناصر، يعني في كلام احنا هنا بنتكلم على انك انت لازم لو انت نادي كبير لازم تشتغل على جميع الاتجاهات، تشتغل في اتجاه التسويق وانك تجيب ارقام فلوس كويسه قوي وانك تاخد بطولات. ده النادي الاهلي. في انديه ما تقدرش على الطريقين مع بعض، فلازم تسلك طريق واحد. هنا معظم الانديه في مصر تايهه عن الطريق بتاعها، شغاله احيانا يعني زي ما ساعه تروح وساعه تيجي كده، عشان اولا مفيش ثبات او استقرار مزبوط. اداري مزبوط. وكمان استقرار فني، فبالتالي في افكار مختلفه اكيد. غير كمان ان نظام بطولاتنا في مصر هنا مش مستقر، انت كل سنه عندك نظام معين للبطوله، مره 25 مره 25 مره 30 مره اجانب، مره عليهم مره 3 مره عندك 2 فلسطينيين، ومره عندك 2 فلسطينيين، مره عندك القيد اول كل شهر بالنسبه للناشئين، ومره ما عندكش قيد خالص. لا طبعا، حتى هنا كمان حتى لو احنا ما بتساعدش اعمار سنيه، في اجيال بتدفن طبعا لما بتلغي، بالذات في فرق الشباب، ودايما سنه وسنه لا وسنه فرد. بالظبط. بتتكلم في ايه؟ ده في اجيال فعلا، يعني انت بتتكلم على مواليد 97 مثلا، ممكن ده جيل كامل بينتهي في مصر لان فجاه بتلغي البطوله بتاعتهم. انت بطولات القطاعات ما بتتلعبش، حتى النظام الفكري بتاعك، انت النظام الفكري بتاعك في التعاقد مع المحترفين
مختلف تماما. ايه اجيب اربعه بس مش عارف ثلاثه يلعبوا وبعد كده واحد ما يلعبش؟ اجيب يقول لك السوريين تعملوا معاملة المصريين، وبعد قبل مرور نص موسم على بدايه التجربه بيلغوها وبيعدلوها. يعني مفيش ايهاب، مفيش نظام عشان كده. قطاعات الناشئين في وقت معين يعني من فتره كده كان المقاولين مع الاهلي مع الزمالك ماشي بشكل كبير، بعد كده لقينا انبي ابتدى يخش عمل قاعده وابتدى يشتغل، وقاعدته بدات من الناشئين. لما طلع للدوري الممتاز ابتدى يبقى مضخه للفريق الاول ويطلع لعيب في الفريق الاول موسم واثنين، بعد كده يبيعه لعيب صغير وياخد فيه حق في اعاده البيع. ففي فكر برضه استثماري. فاكر ايام لما كانوا بيلعبوا زي المرتبط كره اليد لما كان الاهلي مثلا لاعب الاسماعيلي في الاسماعيليه؟ بالظبط. كان الاهلي لاعب الاسماعيلي تحت مثلا 20 سنه يلعبوا في نفس الملعب وقبل نفس المباراه، فبالتالي اللعيب بيكون عايش نفس الجو. يعني تلاقي لعيب عنده 20 سنه بيلعب مباراه قمه اهلي واسماعيلي في الاسماعيليه قدام 30 40 الف متفرج، ويجي المرتبط دي يا كابتن عادل. فكره المرتبط دي ممتازه، فكره المرتبط دي وتعامل فرقه الشباب حتى بالفريق الاول انك تلعب بعد او قبل كمان بص احنا دي كنا بنلعبها زمان. يمكن انا لعبتها، انا لعبت اهلي وزمالك في استاد القاهره، ولو فاكرين لو فاكرين مباراه 2-2 كان جيلنا احنا، كان عبد الجليل وعمرو انور وهاني رمزي والجيل الناحيه الثانيه عفت نصار ونبيل محمود ولاعيبه كتير قوي. كنا بنلعب قبل المباراه الساعه 1 كنت بلعب واحده نلعب الساعه 1 والمباراه الساعه 3:30 بالزبط. وكنا نلعب المباراه والجمهور يستمتع وكل حاجه. بس هنا في حاجه تانية يعني عايزين نتكلم عليها. انت بتتكلم على انك انت خلاص انتهى الموضوع، انك انت اللعيب يبقى عنده 17 سنه ما يطلعش الفريق الاول. انتهى الموضوع ده خالص. انتهى انك انت تعمل مخزن. انتهى انك انت تعمل بطوله 22 سنه. مظبوط. بطوله الاولمبي والحاجات دي مهمه وكل حاجه، لكن مش في حته بتخلي الانديه تعمل مخزن والانديه الثانيه ما بتبقاش عندها لعيبه. شوف اعاده توزيع الثروه على الانديه تعمل لك دوري اقوى، تعمل لك منتخب اقوى. يعني انا سعيد بال 25 لاني تخيل انت ال 25 ده يتصدر منهم قد ايه؟ اهلي وزمالك واسماعيلي وبتروجيت وسموحه والانديه دي، كل الانديه دي كل فرقه تاخد احتياجها، هيشيل خمسه من كل الانديه طبعاً دي. طبعا الخمسه دول ما هيعملوا ايه؟ هيروحوا الانديه الكويسه. مظبوط. اللي هي تقدر تنافس. مظبوط. فالدوري هيبقى اقوى. اتمنى بقى حاجه ثانيه مهمه مع الخمسه، العرض برضه هيبقى كتير طبعا، والطلب كتير طبعا خلاص ماديا بالظبط هيقل تقل. هيقل هنا طبعاً. نيجي هنا طبعاً. نيجي للخطوه اللي هي مثلا الدوري السعودي عملها او الاتحاد السعودي عملها من 3 سنين، قال لك سقف اللاعب 2 مليون ريال. حصل. قال كده سقف اللاعب 2 مليون ريال، بيتغلبوا عليها برضه. انت بتيجي هي المشكله، احنا دائما ما بنتكلمش على اللوائح الا نفكر في ثغراتها. بمعنى ايه؟ بالظبط. بمعنى انا دلوقتي لما بقى يجي اللي بيخلي اللعيبه تغلى، انا مثلا في لعيب انا شايفه فنيا لا يساوي 2 مليون، لكن انا صراعي ما بين الانديه اللي هو ايه؟ طيب الاهلي والزمالك لو اتخذت صفقه من هنا يقولوا ان النادي ده ضعيف ولا النادي ده مش ضعيف. انا في رايي انه المسؤول هنا والمسؤول هنا لا يبالوا للكلام ده خالص. ليه؟ يبالوا للسعر الحقيقي. هيرجع كل واحد في حجمه الطبيعي، اللاعب هياخد الرقم طبعاً اللي يستاهله. هنا اللاعب اللي ياخد الرقم اللي يستاهله، انا ممكن اشتري لعيب بمليون، اشتريه بمليون ونص عشان المكان ده عندي ملح اللي انا لازم محتاجه طبعا محتاجه، لكن انت واللعيب هيكون اضافه. والله انا برضو باكد ان الصفقات معظمها فيها مكايده كبيره جدا، وده زي تصريحات الرئيس النادي المنافس. يعني رئيس النادي المنافس يطلع في اكتر من قناه فضائيه ويجيب سيره المستشار عادل القيعي، المهندس عادل القيعي اكتر من مره، ده معناه ان ان ان, إن على خلفيه الصفقه دي هزيمه النادي الاهلي. يعني هو او توهم النادي الاهلي. يعني لما انا اسمع رئيس النادي في 4 مداخلات بالامس وكلها فيها توجيه كلام او رساله للمهندس عادل القيعي، ده معناه ان هو على ايه؟ يعني ان هو كسب المهندس عادل القيعي، هو يظن ان هو ده ان هو حقق انتصار. فدي الخلفيه، دي الخلفيه يا استاذ ايهاب، دي الخلفيه. ما انت ما نضطرش. ما احنا بص اقول لك حاجه، احنا بقى ما نروحش وراه. يعني انا بمعنى دي ليست خلفيه منافس فقط، هذه خلفيه برضه في اعلام بيشتغل بهذا الفكر. بالظبط بالظبط. في مواقع في يعني طبعا يعني المواقع كلها شغاله على كده. انا عايز اسال سؤال بس، انت المهم انك تجيب 20 لعيب ها؟ ايهاب دكتور كابتن عادل، انا بتكلم على التأثير. أكمل يا أسطورة سؤال؟ لا أنا بس أنا عارف هتقول إيه. إيه؟ أنا بتكلم على تأثير هذه التصريحات. لا
تاثير هذه التصريحات على الجماهير؟ لا التصريحات، لا انا اسالك سؤال اخر. احنا بنتكلم على احيانا يقولوا ان النادي الاهلي بيجيب لعيبه كتير. انا عملت احصائيه وبعدين هقول لك السؤال. عملت احصائيه انه النادي الاهلي اقل نادي جاب لعيبه في اخر 10 سنين بالنسبه للانديه الكبيره، اقل كتير قوي طبعا. يعني لو اتكلمت على الزمالك جاب اضعاف النادي الاهلي 3 مرات على فكره. تمام. الموضوع مش انك تجيب، الموضوع انك تعمل ايه لما تجيب. انا ممكن اديك مال كويس ما عندكش الفكر مظبوط تعمل ايه مظبوط هتبدده مظبوط، لكن انا ممكن اديك مال وعندك فكر هتزوده. هي دي المهم اللي انا عايز اتكلم فيه. المهم ان مش الصفقه ايه هي، السؤال بقى هنا هل انت لما ما يكونش معاك فلوس كويسه تقدر تصرف على اللعيبه اللي عندك مظبوط تجيب مزبوط. ولا ما تجيبش؟ ده السؤال المهم. ابيع 15 20 لاعب نفسيا وفنيا واداريا عشان اجيب صفقه اكسب المنافس؟ هنا المشكله الكبيره اللي بتحصل. علشان كده احيانا انا ازعل جدا من النادي الاهلي لو نجر للامور. طب اسالك سؤال مختلف او اسالك سؤال مختلف، القيمه والمنافسه على لاعب ولا على بطوله؟ القيمه الحقيقيه في المنافسه البطوله طبعا. السؤال طبعا. يعني سؤال هو طبعا. دلوقتي المفترض انك انت بتجيب اللاعب عشان تجيب البطوله، انت فاهمني؟ اللاعب هو الوسيله والبطوله هي الغايه طبعا. يعني اللاعب هو الوسيله والبطوله، ولكن في الوقت نفسه انك انت هتجيب لاعب مهم قوي في مكان وهتدفع فيه كل فلوسك، لكن الاماكن الاخرى انا ممكن استغني عن اللاعب ده افكه بسبع ثمان لعيبه. احنا كمدربين يهمنا اللاعب اللي هو دايما عنده استقرار 7% 7 من 10 طول المباريات. يعني ايه اللي مميز حسام عاشور؟ احسن لاعب انا بعتبره في النادي الاهلي في الجيل الحالي من وجهه نظري الفنيه البحته. يعني انا بتكلم على نفع حسام عاشور للنادي الاهلي. انا بعتبره ان اخر 12 13 سنه حسام عاشور رقم واحد. ليه؟ لانه انت لو حسبتوها كل مدرب بيجي حسام عاشور رقم واحد. حسام عاشور بيقعد؟ عمره ما بيقعد. فيبقى هو اللاعب رقم واحد مثلا. حسام عاشور ده قيمته العاليه في ايه؟ قيمته العاليه انه بيقوم لي اللعيبه اللي حواليه، يعني بيخدم اللاعب اللي جنبه. يعني حسام عاشور مثلا بيعمل عبد الله السعيد كويس وبيشتغل للتاني كويس اللي جنبه علشان بيفضيهم لناحيه وهو شغال في حته اخرى. ده مش شكل الفني هنا بقى المهم. لكن عشان الحوار بقى يعني يبقى في زخم كده في الحوار ونفتح المجال اكتر، انا تليفون مهم جدا من واحد بقى من اللي اخترعوا كلمة صفقات، عشان اللي لما قالوا كلمة صفقات وقالوا مغامرات وقالوا هات احتياجاتك او هات اللعيب ده او تحديدا ده بيجي اللعيب ده، وهذا القيمة الكبيرة اللي بنتشرف انها موجودة معانا على التليفون على الهاتف. مش عايز انا يعني لما اجي اقدم الباشمهندس عادل القيعي مش عايز اقول باشمهندس ولا صديقنا العزيز ولا استاذنا الكبير، كلام كتير كله، لكن في الاخر الاسم يكفي. باشمهندس مساء الفل. مساء النور يا كابتن ايهاب. الو. تحياتي ليك وتحياتي الكابتن عادل والاستاذ شريف والاستاذ علاء الاستاذ علاء. سامعك يا كابتن. سامعني يا باشمهندس. بص يا حبيبي، اولا بسلم على ضيوفك قبل ما ابارك لك على البرنامج، بسلم على الصحفي الجميل علاء عزت والكابتن المحترم عادل عبد الرحمن اللي يعني يمكن زميلته في اول طلعه له مع النادي الاهلي في اول سفريه خارج الحدود مع النادي الاهلي. على اي حال ابارك لك على البرنامج اولا، واسالني في اي شيء بدون تحفظ ما عدا الصفقات. طيب ما عدا الصفقات انا اسالك طبعا هتحتار واحد. لا لا خالص خالص خالص. طبعا احنا الكابتن محمود الخطيب في معرض الكتاب منذ ساعات قال جمله مهمه جدا، قال النادي الاهلي دايما بيجيب احتياجاته فقط. تعليقك على جمله الكابتن محمود الخطيب؟ وهو اصل يعني انت دلوقتي هتروح مطعم ها عشان تستعرض على الناس اللي في المطعم،
تقعد تطلب اكل 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 سواء مفيد او مضر او بتحبه او ما بتحبوش عشان يقولوا على شوف الراجل ده يعني كريم قد ايه، ولا تاكل احتياجاتك الصحيه اللي تخليك واقف على رجليك كراجل. مش مساله انت معاك فلوس كيف تنفقها، لكن العبره بالاخر لازم الناس تفهم ان الصفقات وسيله وليست غايه، يعني ما هياش بطوله في حد ذاتها. بس فالكلام اللي بيقوله كابتن خطيب ده منطقي جدا لاي نادي بيسعى ان هو يعني يحقق اهدافه، انه ما يجيبش ناس حتى تعطل ناس. يعني مظبوط، المساله عايزه رويه وعايزه حسابات وعايزه، واحنا مش بنشتغل علشان حد يشيد بينا، احنا بنشتغل عشان مصلحه النادي الاهلي. الا والله هذا العمل وهذا الجهد حقق المصلحه، الاشاده هتيجي بعدين، احنا مش شغلانه موضوع الاشاده دي. طبعا كلنا عارفين وعارفين دورك يا باشمهندس كويس قوي، لكن الحديث والزخم على مواقع التواصل الاجتماعي، طب الاهلي كان عايز صفقه ولا لا؟ طب ليه الاهلي ما علاش السعر؟ طب هو في سقف للصفقات في النادي الاهلي؟ ده شغلنا ودي اسرارنا بقى يا ايهاب. تمام، يعني ما انا ممكن اكلمك في نقطه وانا رايح في نقطه ثانيه. مظبوط، يعني ما هو برافو عليك، المساله مش كده، الحسبه مش كده. ممكن تكلمني في نقطه وانت رايح نقطه ثانيه. واعتقد ان تجارب الصفقه مجلس اداره النادي الاهلي دائما كان يحقق النجاح، حتى في عز انتقادات مجلس المهندس محمود طاهر كان هناك نجاحات بعد اكتساب الخبره في موضوع الصفقات. صحيح حصل في الاول شويه دربكه جامده، لكن في الاخر اسلوب الاهلي ومصلحه الاهلي واحتياج الاهلي بيفرض نفسه. الشطاره انك تجيب الصفقه المناسبه بالسعر المناسب، مش موضوع ان انا تاني وهقولها النادي الاهلي موقفه كويس، ما هوش مش محتاج حد يضغط عليه عشان يبيع له حاجه اكتر من قيمته. بس انما ممكن جدا انت تعمل خمس ست صفقات كويسين ويعملوا لك يعني احتفاليه حلوه، لكن انت ممكن تجيب صفقه واحده تكون محتاج لها بالظبط تحط فيها امكانياتك كلها او تربع امكانياتك. مظبوط، زائد ان في مستقبل وانت بتفكر في السنه الجايه واللي بعديها، ما تقعش في هذا الموقف تاني. لازم نظرتك تكون نظره مستقبليه، لكن احنا مش بنشتغل كرد فعل، احنا بنشتغل الايام سوف تثبت كيف كان الاهلي كما قال الكابتن محمود الخطيب يفكر بعقل وليس بقلب، وبيفكر بدون انانيه انه يطلع يكسب شعبيه واشادات، ولكن مستعدين نتحمل الانتقادات بسبيل ان ينصف التاريخ النادي الاهلي والمستقبل القريب باذن الله. بعض الاصوات العاليه كده انتقدت الكابتن عدلي بصوت كبير وتهجمت شويه كده في قصه راحت عليك يا كابتن عدلي. والله يا ما دلعونا على ايه؟ دلعونا شويه، ايه المشكله؟ انا لا شاغلني الدلع ولا شاغلني الهجوم، انا يشغلني مصلحه النادي الاهلي. انا مش عايز حد يعني يسقف لي قوي، انا مش معتبر، بص انا لم اسعى ان اكون معروف. تمام. ولا اعتبر نفسي نجما، اشكر من اعتبرني مشهورا ونجما ونجمني عشان يحاسبني، كتر خيرك. طب الكابتن عادل عايز يقول لك حاجه. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك يا حبيبي؟ ازيك؟ عامه احنا فاهمين الامور، يعني انا شخصيا كمدرب محترف انا فاهم الامور بتدور معاك انت ازاي، كمان انت كمهندس عادل القيع. يعني اولا اهم اللي الناس مش فاهماه، اهم حاجه في الموضوع ده كله السريه والاتجاهات بتاعتك، وكمان حاجه تانية مهمه لانه هو مسرح، اللاعب اللي هيجي هيفيد ازاي وهنشتغل بيه ازاي، وعلشان هو لو ما لعبش وما بقاش لعيب كويس مش هيتسوق كويس تاني. فالحاجات دي احنا فاهمينها يا باشمهندس، بس هو المشكله في ايه؟ المشكله انه الاعلام هو اللي بيصور كده. فانا افتكر ان انت عارف الموضوع ده من زمان، ويمكن احنا شفنا صفقات كتير معاك كان فعلا الناس بتروح اتجاه وانت بتبقى في اتجاه تاني انت واللجنه، واكيد انتوا محترفين وشغالين بالسلسله بتاعت اللي هي هذا، نبدا ازاي نقيم اللاعب وبعدين نبدا ازاي هنجيبه وبعدين هنبدا ازاي نشوف المكان. العادل طبعا اشكرك طبعا على التوضيح المهم جدا ده جدا لانه بيلمس الحقيقه، لكن كمان عايز الناس تتذكر حاجه مهمه جدا، القايمه 25 لاعب السنه الجايه. مظبوط، بس
احنا مش بنلم عشان نفركش. مظبوط. احنا بنستكمل، بنعمل ابجريد، بنطور. فالناس لازم اللي حق ايده في الميه مش اللي ايده في النار. على فكره في حلقات بقول احنا بتكلم عن النادي الاهلي مش على عادل القيعي. في حلقات ثابته وقبل الصفقات ما تصار في الفتره دي قلت الكلام ده. لان انا مش صاحب الفضل خلي بالك. ومستعد ان اتحمل اللوم بالنيابه عن الجميع، ما عنديش اي مشكله. انا الاهلي اداني اكثر مما استحق او توقع. واخد بالك؟ عندما ينالني بعض الهجوم طبيعي جدا انا شخصيه بقت تعتبر عامه الى حد ما تتقبل النقد وتتقبل، زائد ان النقد احيانا بيبقى من واحد محب وسليم النيه، وغالبا بيبقى من ناس ليها اهداف اخرى. ومش هتوسع اكتر من كده. طيب كابتن، خلاص موسم الانتقالات الشتويه بيغلق ابوابه، هل ليك رساله لجماهير النادي الاهلي؟ طبعا رسائل الجماهير. لما نقول جماهير الاهلي احنا ساعات نختزل جماهير الاهلي في مجموعات صغيره قوي. جماهير الاهلي جزء منها الالترا، جزء منها شباب جميل على مواقع التواصل لقى ضلته فين يعبر عن ارائه، بعضهم اعتبر نفسه صحفي وفيهم الناس موهوبين، بعضهم اعتبر نفسه بطل وقائد له اتباع بيسقفوا له الله ينور اديهم اقصف الجبهه، بعضهم له اهداف اخرى يستخدم كسلاح من ناس انها تعطلت، والطعنه قد تكون من الداخل وقد تكون من الخارج. كل ده لا يشغلنا، احنا مشغولين بحاجه اهم، احنا عايزين نصل بالنادي الاهلي الى المكانه التي كان ينبغي ان يكون عليها. بس في النص كده مستعدين لتلقي اي حاجه. ها، وانا شخصيا مستعد ان اتلقى اللوم عن الجميع. بس يبقى الاهلي بهيبته، ما حدش يقل هيبه الاهلي. اللي هيقل هيبه الاهلي بقى مما يدعون حب الاهلي اقول لهم لو العبوا غيرها. انتوا مش محبين للاهلي. اللي يلعب ويلمس هيبه الاهلي ويدي فرصه لغيره انه ينال من هيبه الاهلي بقول له العب غيرها. عارفين على فكره انا عارف ناس بالاسم وما زالوا موجودين في وسطينا وكلكم عارفينهم. مش هصرح برضو اكتر من كده لحد ما يحين الدين. طب الاستاذ علاء عزت برضو يعني ليه مداخله معاك ما نحرموش منها. اتفضل. اهو النبي. مساء الخير يا باشمهندس. ربنا يسقط من علاء ده. لا اهو. اتفضل. مساء الخير يا باشمهندس. انا كنت عايز حضرتك بعيدا عن منصب حضرتك كمدير تعاقدات في النادي الاهلي، كنت عايز رؤيه حضرتك كخبير في الوسط الرياضي توصف لنا المشهد الموسم الانتقالات. حضرتك شايف الموسم ده شكله ازاي؟ شايف ايه المتغيرات الجديده في موسم الانتقالات؟ شايف الاسعار رايحه بينا فين؟ موسم هادي. هادي. كان ممكن يعني يكون ساخنا جدا لو انساق الاهلي للاليات اللي كانت معروضه. تمام. لكن الاهلي مسك نفسه، سيطر على نفسه شويه. فساعد على هدوء الموسم. فالنهارده يعني الصفقه الوحيده اللي حصل فيها شويه كلام بتاعت امبارح بتاعت عنتر. تمام. لكن بخلاف هذا انا شايف الدنيا ماشيه بهدوء جدا بين كل الانديه. وانا بقول ان ترتيب الانديه قبل الصفقات وبعدها محك. هو المحك. يعني انت دلوقتي بتخرج لعيبه وبعدين بتجيب لعيبه، ساعات بعض الناس يقول لك يا ريتني ما خرجت دول وجبت دول، مش كده؟ تمام. بس انت دلوقتي كنادي الاهلي اعتقد كل الناس بتقول احلى كوره، احسن فريق، احسن مدرب، احسن نتائج، اقوى دفاع، اقوى هجوم، ورغم كده بعض جماهيرنا قلقانه مش راضيه، وده شيء على فكره مش وحش. لان تطلعاتهم اعلى من الموقف اللي احنا فيه. وانا معاهم، وانا ما برضو عندما ارضى فهو يبقى معنى كده ان بدايه نهايه. الرضا يكون بالقناعه لكن لا يفقد الطموح. انا رضائي عن مستوى الاهلي ملوش سقف، وكلنا كده وكل اللي بيحبوا الاهلي كده، لكن بالادب بالذوق، مش بالذوق بالثقه. ما تديش لعدوك كلمه يستخدمها ضدك. بس طب والقفزه يا باشمهندس عادل، القفزه في الاسعار وهنغلط.
وبنغلط احنا، مش يعني احنا بشر في النهايه، ممكن جدا كلمه تفلت من حد، تصرف يحصل من حد يعني لحد ما الدنيا تتحكم قوي زي ما كنا متعودين. بس ابو قلب، ابو قلب كبير يا كابتن بيتقال عليه طيب. ما هو هو طيب وحش ما شتيمه، هو بس طيب يعني احيانا يحذفوها على السذاجه شويه. الحمد لله انا مش لاقي حد حواليا ساذج يعني. طب الاستاذ علاء بيخص القيمه الماليه للاعبين، القيمه الماليه وتاثيرها السلبي على اقتصاد كره القدم، انت حضرتك مش قلقان من ارتفاع الاسعار بالشكل المذهل ده؟ حضرتك ان نشوف لاول مره بنسمع عن 20 مليون جنيه و40 مليون جنيه في صفقه، هل ده مزعجش حضرتك كمسؤول المره دي؟ انا بسال حضرتك كمسؤول، هل مزعجكش هذا الرقم ان يكون في لعيب يطلب فيه 20 مليون او 40 مليون جنيه؟ يزعجني جدا، يزعجك جدا، وانا قلت هذا الراي بصراحه، والناس بتحاسبني على الراي ده، لكن انا مصر عليه لسبب. من اربع خمس مواسم، اكثر من ست سبع مواسم كمان، كان في قضيه كبيره جدا في انجلترا ان مرتبات المدربين واللاعبين وسوء الانتقالات تهدد مستقبل كره القدم. مظبوط مظبوط. وعلى فكره حطوا لها ضوابط بس ما حدش حاسس بيها. طب يتخصم من الفرق نقاط؟ كان سهل جدا طبعا. بالظبط، انا طلعت الكابتن حسام غالي من 15 سنه بمليون و400 الف يورو. ها تمام، لو الايام دي دلوقتي واخد بالك بياخدوا اللعيبه بمبالغ نص كده لحد ما اللاعب يتالق ويبقى ترس فعلا في الفريق، يبتدوا بقى يتبحبحوا. لكن عمال على بطال، تبص تلاقي اللعيبه لسه لا دخلت منتخبات ولا عملت حاجه، يكلموك احسن لعيب في مصر، احسن لعيب في مصر اللي في المنتخب. ووراهم اللي في المنتخبات الناشئين، ووراهم ممكن يجي لك طفره في النص، الطفره دي تبقى لوحدها، انما كل اللعيبه طفرات كده. هو ده المزعج. طب احنا برضو هنقول قناعاتنا مش بنشتغل رد فعل، مصلحه الاهلي هنعملها ما يحتاجه الاهلي، مش هنبخل فيما يستحق. النقطه دي مهمه، لان الحديث على ان المنافسين معاهم فلوس بتدفع كاش، النادي الاهلي فلوسه مش جاهزه، عايز رد واضح للنقطه دي يا باشمهندس. المنافس انا ما اعرفش ظروفه ايه، وعنده فلوس وكاش ربنا يبارك له، لكن النادي الاهلي عنده فلوس مش كتير قوي زي ما الناس كانت فاهمه، بدليل ان النادي استلم النادي 50 مليون جنيه بشويه مجهود الفتره اللي فاتت، اشتراكات ومش عارف ايه وضغط وبتاع، ممكن يكون وصلنا 130 150 محتمل مليون جنيه. فمساله ان انت تقنن حتى طريقه الدفع وسيوله وترتبها باولوياتها في الوقت اللي انت عايز تكمل في تطوير النادي وتكمل في سداد المستحقات بتاعت اللعيبه وتكمل في تدعيم الفرق الثانيه، ودي هتاخد اهتمام كبير جدا الفتره الجايه. طب بس نقطه لازم نوضحها، معلش يا باشمهندس انا مطول عليك اعذرني، يعني ممكن البعض يفهم من كلام حضرتك ان قد يكون العائق المالي. لا لا لا, لا ايوه دي عايز بس ايه ده اللي انا عايز اسمعها. لا لا بس مش ما انا بقول لك يعني مش لدرجه ان ما يهمكش تدفع يعني الفلوس مش كتيره، مش لدرجه ان ما يهمكش تدفع كام، لكن اللي عايزه هتدفع فيه. اللي عايزه هدفعه اولويه اولى. تمام. اللي محتاجه مش هنبخل على حد يستحق، ويعرف ونعرف انه مؤكد لما يخش هيطور النادي، هيطور الفريق، هيحقق مستقبل مع النادي، هيحقق مشروع نجم. مش هنبخل في دي. اما ما احناش داخلين سبق مع حد، يعني اللي معتبر نفسه داخل سبق معانا، والله يعني احنا مش شايفين ان احنا في سبق مع حد. لانه ممكن ياخدنا في طريق، انا طالع اسكندريه بص الاقي بجري في طريق مصر الاسماعيليه لاني جريت جنبه وهو مش جاي، طب انا اعمل ايه؟ انا مش عايز حد يجرجرني كنادي اهلي الا في طريق. فانا طبعا بالنسبه لي مش داخل سبق، مش عدلي النادي الاهلي مش داخل سبق مع حد. بس واللي اعتبر ان احنا كبرنا، ما احنا كبرنا الحمد لله، ان احنا بنكبر الحمد لله، ان قدرنا عند الناس كويس، واللي شايف ان الزمن توقف وما بيكبرش يقول لنا عمل ايه؟
انا عايز اشكرك يا كابتن عدلي، وهستمتع بيك برضو في البقيه اكيد عندك في ملك وكتابه بكره ان شاء الله. انا ما عندي اكيد وهيسالونا اكيد شايل حاجه، سايب لنفسك حته برضو دخلان علينا كده برضو، بس مش مهم، احنا برضو هنتابعك بكره كده. حلو كده، حلو، استمتع بيك دايما يا كابتن، وبالتوفيق، واشكرك كابتن، اشكرك. كلام مهم وتوحيد، يعني توضيح مهم مهم، وفي توقيت جدا جدا انه يخرج يتكلم لجمهور النادي الاهلي، وده كان مطلوب جدا. يعني انت بتقوم قناه الاهلي بتقوم بدورها بشكل كبير جدا، لكن كان مهم جدا المسؤول التعاقدات او الرجل الاول المسؤول عن ملف التعاقدات في النادي الاهلي كان المفروض انه يطلع يتكلم، وده كان الجمهور كان منتظر بكره، لكن من هنا لبكره كان الوقت هيبقى صعب على جمهور النادي الاهلي، كان لازم يطلع يتكلم في هذا التوقيت، وانا شايف ان دي مداخله مهمه جدا جدا. توضيحات مهمه يا كابتن عادل. انا يعني الامر كله، انا شايفك مركز وسالت حتى سؤال فيه تركيز شديد. لا يعني انا الامر كله يعنيني ان انا فاهم ايه الموضوع. انا مش فاهمه على اني عندي معلومه، لا انا بعرف النادي الاهلي بيشتغل ازاي، بعرف وبعرف الناس اللي جم المفترض فكرهم ايه، يعني عشان كده جم. يعني مفيش حاجه اسمها انك انت تنجرف ورا الناس، مفيش حاجه اسمها انك انت تبقى منزعج على طول. مظبوط. الفكر انك انت عشان لما تدير حاجه زي دي لازم تديرها بفكر عالي قوي، ولازم بثبات انفعالي. ما ينفعش انه لاعب ممكن اجري وراه علشان انجح اكسب صفقه كده لمجرد ان انا اكسبها. لو الناس دي بتعمل كده يبقى يمكن المهندس عدلي قال كلمه مهمه قوي لما بيقول لك، لما الاستاذ علاء ساله قال له انت شايف الانتقالات الشتويه عامله، قال لك هاديه خالص. عارف ليه؟ لان النادي الاهلي ما انجرفش ورا الحال. وده النادي الاهلي. وانت خلي بالك مهم قوي انك انت وانت بتدير فرقه كره قدم بالذات ونادي كبير لازم يبقى عندك ثبات انفعالي قوي قوي، لازم يبقى عندك فكر انك انت ما تجريش ورا الجمهور حتى المدرب. يعني واحنا بنكاتشين جوه الملعب اكيد الناس بنسمعهم بيقول لك شيل احمد حط محمد محمود، انت لو خفيف مدرب خفيف هتجري وراهم. او لما لاعب ولا اتنين يعملوا غلطه ولا اتنين ولا تلاته جوه الملعب في البدايه انك انت تغيره بسرعه، او لما تخسر مباراه تغير تاني مباراه خمسه سته سبعه تمن لعيبه وتخسر استقرار التيم بتاعك. انا عارف تماما ان هم هيشتغلوا كده، وعارف تماما انه بيشتغلوا في اتجاه غير الاتجاه اللي الناس بتتكلم فيه، وده فيها فكر انك انت ازاي. قال لك ان في 25 لاعب السنه الجايه. لا ده حاجه اقوى بقى من 25 لاعب، ده انت بتلعب بطولات كتير وانت النادي اللي بيلعب على جميع البطولات. لما يكون عندك 25 لاعب ممكن تستغنى عن لاعب مهم من وجهه نظر الناس، لكن مش مهم ليك. ليه؟ انت هتحط 25 لاعب، انا اكلمك فنيا. قصه انك ممكن فنيا بقى. فنيا مظبوط. وطبعا مزبوط انت مزبوط بتركز على فكره في نقط مهمه جدا من وجهه نظر الناس او الجمهور. طبعا قد يظن البعض ان استغناء عن لعيب معين ده كارثه، ولكن لمصلحه الفريق الفنيه طبعا هو قرار متزن جدا. يعني انا دلوقتي وده حصل بالفعل، وده حصل بالفعل. يعني عايز اقول لك الكيفيه انك انت تحط 25 لاعب مثلا، انت ممكن تحط لاعب ولاعب تاني يلعب وفي جوكر. يعني انت ممكن تجيب لعيب جوكر ممكن يلعب لك ثلاث اربع اماكن يكون مهارته اقل من اللاعب المهم اللي ما بيعرفش يلعب الا مكان واحد، لكن تستفاد باللاعب ده في كذا مكان تقدر انت تلعب ببطوله واثنين وثلاثه واربعه، لانك انت بتلعب على جميع البطولات. بالظبط. فما الناس ما تنزعجش ان ممكن يمشي لعيب مهم ونجيب لعيب تاني او يجي لعيب تاني، الموضوع مش كده خالص. الموضوع احتياج المدرب ايه وطريقه لعبه وسيستم المدرب. عايزين نقفل الموضوع ده. في اضافه عندك يا استاذ علي؟ اضافه بس ان اكتر حاجه بس احزنتني في القصه دي كلها ان 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 اللاعب في موسم انتقالات كان مقهور، في لاعبين كتيره جدا كانوا مقهورين. في لعيبه كتيره جدا فوجئت انها بتنتقل من نادي لنادي دون رغبتها ودون علمها. وده امر محزن جدا جدا ان نشوف لاعبين كتير جدا في انديه تكون جايه تلعب في نادي كبير، نادي طموحها انها تلعب في نادي كبير وتلعب في نادي منافس، فجاه في يوم وليله تصحى تلاقي نفسها بتتباع لنادي بسرعة على الهبوط ومضطر يوافق يوافق يا العرض يتلغي بتاع وعدم احترام رغبه اللاعب كمان. يمكن دي واحده من احترام انسانيه اللاعب ان احنا ان النادي بتاعه يساعده ان هو يروح لنادي يكون بيحبه. دي موجوده، دي القواعد
حسم القصه موجودة دي. مش موجوده، لا يعني كانت موجوده اللي هي رغبه اللاعب. لا مش موجوده في الصفقات. هو الاستاذ علاء شايف ان الظروف بتجبر اللاعب على كسر رغبته دي، وضع ثاني. بالظبط ده وضع ثاني طبعا موجوده. بتتكلم على اللاعب يعني مثلا لما يوافق علشان هو مش هيلعب في فرقته الايام الجايه بيتهدد بكده. بالظبط لا، وفي لعيبه ثانيه بيكون عندها طموح تلعب في نادي معين، وتيجي الامور الماليه ووجهه نظر اداره النادي بتاعتها في الامور الماليه او الحسابات الماليه بيروح لنادي. هقول لك يا استاذ علاء ان اللاعب غلطان اصلا في بدايته، لانه في حتى لعيبه هنا في مشكله كبيره في مصر برضو، ان اللاعب ما بيدير نفسه او بيدير واحد ما عندوش الكفاءه ان هو يديره. بمعنى يعني مثلا في لعيب مهم ممكن رايح نادي كبير مهم، ها اوكي، لكن مش هيلعب في النادي ده، ممكن اجي اروح للنادي الاقل ماشي علشان انجح. طب اوكي كابتن عادل لو سمحت. بمعنى النادي الاهلي اتعاقد مع لعيب الاهلي الزمالك الاسماعيلي، تعاقدوا مع محترف اجنبي. المحترف الاجنبي ده جاي عارف انه يلعب في احد انديه القمه في الدوري المصري طبعا. وهو نجم في بلده. حلو. او نجم في نادي بلده. تمام. فبالتالي طموحه ان هو جاي او هو وافق ان هو يوافق على عرض الاحتراف ده علشان يلعب في نادي كبير في مصر. تمام. فجاه بعد نص موسم بيلاقي نفسه النادي بتاعه بيعيره لنادي بصراحه علشان ما اداش كويس. لا عشان ما احسنش اختيار النادي اللي هو رايح. لا مش شرط. لا مش شرط. عندك اسماء ولا انقل؟ لا لا انقل. لا بس لا انقل. بس هي لحظه مهمه. لا هي دي لحظه مهمه عايز اقول لك عليها. انت عارف كمان مثلا على سبيل المثال انا من الناس اللي ما كنتش راضي رمضان صبحي يروح الدوري الانجليزي. ايه رايك؟ لان يصبر سنه. لا حتى اختيار اللاعب يروح الدوري يناسب للعبه. بمعنى محمد صلاح اللاعب الوحيد المصري اللي في الوقت الحالي ما كانش الاول. عشان لما راح تشيلسي برضه الناس قالت ايوه انه مالوش ان يقدر يلعب في اي دوري في العالم، لانه عدى عدى خلاص الموضوع خلاص. محمد صلاح عالميا بقى من افضل احسن 10 لعيبه في العالم، مؤهل يعمل كل حاجه، مؤهل يعمل اي حاجه. لكن انا رمضان صبحي لو انا اللي مختار وعندي حريه ان ينتقل، مش اوديه الدوري الانجليزي، اوديه الدوري الفرنسي، اوديه الدوري السويسري، اوديه الدوري الالماني ياخد سوري السويسري. لا سيبك من رغبه اللاعب، النادي احترمت رغبه لاعب ياخد حمه البدايه. انا ماليش دعوه برغبه اللاعب، انا بتكلم على اني بدير لاعب. يعني انا رمضان صبحي في الوقت ده انا ممكن اجيب له رقم في انجلترا لو كان بدا البدايه اللي انا عايزها، اجيب اعلى من كده 10 مرات. مزبوط. ليه؟ لان محمد صلاح اتاسس فين؟ في بازل. اول خروجه ليه بالظبط، اول خروجه ليه مش عايز ضغط عصبي قوي عليه، ده رقم واحد. الدوري الانجليزي دوري صعب جدا، الدوري الانجليزي لازم يقعد فتره طويله رمضان صبحي عقبال ما يتاقلم، عقبال ما ياخد، حتى لو هو لعيب سوبر بي لازم بيقعدوه شويه علشان في عندهم شويه فكر كده ان لازم اللعيب يتاقلم والحاجات دي كتير قوي عشان يبقى لعيب مهم في الدوري الانجليزي. فعلشان كده بقول لك الاختيار بيبقى خطا، إدارة اللاعب لنفسه خطأ، إدارة المانجر اللي هو بيجيبه اللاعب لنفسه برضه خطأ، بيدور على مصلحته، بيدور على أرقامه. تخيل إن في وكلاء بيودوا لاعب عارفين إنه هينتهي في النادي ده، لكن ليه رقم كبير هياخده في النادي ده وممكن ويبيعه وينهيه علشان ياخد الرقم الكبير وهو ملوش دعوة بالحاجات دي. ده الفكر اللي احنا لازم نتغير فيه، اللاعب نفسه لازم يتغير، لازم يدير نفسه صح. يعني محتاج قواعد كتير ومحتاج كلام لازم كتير، لازم يدير نفسه، محتاج رؤيه ومحتاج ثقافه ومحتاج حاجات اكتر من مكان صناعي. لكن برضه انا مصر عند موقف ان في بعض اللاعبين ما خدوش فرصتهم الحقيقيه في انديتهم واجبروا وقهروا ان هم يروحوا الانديه الثانيه في موسم انتقالات لاداره الصفقات. عندك اسماء؟ عندك ايوه شنبونج في الزمالك مثلا، شنبونج في الزمالك يعني اللاعب ده فضل يقاطر عشان ياخد فرصته، ولما ابتدى ياخد فرصته وفوجئ ان هو بره النادي. وفي لعيبه كتير احنا بنتكلم على محمد ابراهيم. ليه كان بره النادي ليه؟ ايه؟ ليه؟ كان عاد مدير فني. لانه كان معاه مدير جايبه هداف. لا لانه كان معاه مدير فني. ممكن برضه الناس تتكلم معاك هتقول لك انت بتقول الشمبونجي ليه؟ طب ما تقول على جون انتوي مثلا. جون انتوي في الاهلي. عشان تبقى برضه انت ماشي اوكي. ماشي انا بتكلم على حاجه. جون انتوي انا مرنت يعني مثلا على سبيل المثال جون انتوي انا مرنت في الشباب السعودي، وانا لما جه النادي الاهلي استغربت لما جه النادي الاهلي. جون انتوي لعيب الانديه المتوسطه، لازم الناس تعرف دي تماما. لو لعب في النادي الاهلي من الانديه اللي هي دايما الفرق بتعمل عليه زون ديفنس طول الوقت، مش هيبان جون انتوي ده.
ما هي دي فكر، ما هو كان معايا في نادي الشباب. هنروح لحته تانية، لكن انا عايز اروح بيكو بالقيمه الكبيره اللي كنا بنتكلم فيها في اول الحلقه، والموضوع اللي عامله الاستاذ علاء عايزه في القوه الناعمه للنادي الاهلي والماتشات اللي النادي الاهلي بيلعبها، اذا كانت ماتشات وديه ليها اهداف ساميه جدا بقيمه وقدره القوه الناعمه، لان النادي الاهلي نجم في الوطن العربي. ما زالت الأيام تثبت أن المارد الأحمر الأهلي نادي القرن الإفريقي هو النجم الساطع في سماء الوطن العربي ورمز الأمان المنكوش في جدران الأمة العربية من المحيط إلى الخليج. هو قطعة الألماس اللامعة في تاج الرياضة العربية والحصن الذي يتكئ عليه الأشقاء العرب عندما يرفرف نسر الأهلي عاليا خفاقا في سماء المحافل العربية ليرسم لاعبوه بأقدامهم صفحات من التاريخ المشرف لناديهم العريق الأهلي على جميع الملاعب العربية. مجلدات التاريخ الرياضي تذكر دائما أن الأهلي على مدار تاريخه هو الجدار الواقي للأندية العربية، يحتضنهم وقت الضيق والفرح وفي كافة المناسبات الرياضية. الأهلي دائما يؤدي دوره الريادي العربي على أكمل وجه، دائما ما يتواجد بجوار الأشقاء العرب في جميع المحافل الرياضية، هو ضيف دائم في جميع المناسبات العربية، فلا يخلو تكريم عربي من الخليج إلى المحيط من الأهلي، سواء بمجلس إدارته أو جهازه الفني أو لاعبيه أو مدربيه الذين أثروا ساحات الملاعب العربية وعزفت أقدام لاعبيه سيمفونية رياضية في جميع الأندية التي احترفوا بها على مدار التاريخ. فكم من مدرب الأهلي حققوا إنجازات وبطولات في الدول العربية. لمع عدد من مدرب الأهلي في تجاربهم التدريبية في الدول العربية، منهم على سبيل المثال الحصر الجنرال محمود الجهري الذي ترك بصمة كبيرة في الكرة الأردنية، مصطفى يونس في السودان، عادل عبد الرحمن في الدوري السعودي وتجربته الناجحة مع الشباب السعودي، بالإضافة لحسام حسن مع المنتخب الأردني وعمر أنور مع اتحاد جدة السعودي ومحمد يوسف وغيرهم الكثير والكثير من أبناء الأهلي الذين حققوا نجاحات كبيرة في الدول العربية سواء كلاعبين محترفين أو مدربين. لم يكن المخضرم حسام البدري المدير الفني الحالي للفريق بعيدا عن القيام بتجارب ناجحة في عالم التدريب العربي، حيث سبق وحصد البدري لقب الدوري السوداني مع فريق المريخ وظل المدرب الأكثر شعبية والذي عاد المريخ للمنافسة الشرسة على منافسه التقليدي الهلال موسم 2001 على يديه. الأهلي حاضر دائما بجوار الأشقاء العرب ليقوم بدوره وليوصل رسالته أنه صاحب الريادة والصدارة في منظومة الرياضة العربية. النادي الأهلي تصدر برئاسة الأسطورة محمود الخطيب قائمة أفضل الأندية العربية لعام 2017 في التقرير الذي نشرته مجلة فوربس العالمية عن الأندية العربية والمشاركة في بطولات تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم. جاء تقييم الأندية وفقا لنتائجها المحلية والقارية طيلة الموسم المنقضي 2016-2017 والذي استطاع فيه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحقيق لقبي بطولة الدوري الممتاز ومسابقة كأس مصر، بالإضافة لبلوغه المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وجاء تقييم الأندية وفقا لنتائجها المحلية والقارية طيلة الموسم المنقضي 2016-2017 الذي استطاع فيه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحقيق لقبي بطولة الدوري الممتاز ومسابقة كأس مصر، بالإضافة إلى بلوغه المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
بينما جاء في الوصافة نادي الهلال السعودي بطل النسخة الأخيرة للدوري السعودي، حل ثالثا الترجي التونسي، وجاء غريمه النجم الساحلي في المركز الرابع. الأهلي السعودي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد عبد الشافي جاء خامسا، وحل الزمالك في المركز السادس. الأهلي أخذ على عاتقه مهمة ثقيلة، لكنه دائما ما يكون جاهزا بجوار أشقائه العرب وخصوصا في الإمارات والسعودية. من جديد لسه متواصلين معاكم، والأهلي في كل مكان والأهلي في كل حتة، ويمكن حوار كان شيق جدا خلانا خرجنا عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، لكن حوار شيق جدا ومداخلة كمان شيقة من المهندس عادل القيعي. أرجع تاني للضيوف الكرام وأجدد الترحيب بيهم. كابتن عادل شريف الأسطورة باصص لي، لا عشان يعني تقول شريف عشان كنت امبارح يعني معاه، فقلت له ايه شريف، قول شريف. شريف انا مره شريف قاعد اقول لك كل مره شريف. شريف عبد القادر. شريف. قلتها له مره، عايزني بقى كل شويه اقولها له تاني. لا هو شريف حبايب اصلا. حبايب اساتذه كبار طبعا. حبيبي بس الاسطوره بقى علاء عزت كان عامل تقرير مميز جدا ومحترم في مجله النادي الاهلي عن يعني القوى الناعمه الكبيره للنادي الاهلي. إيهاب أنا عايز أرجع بيك لوقعة أو لمؤتمر حضرناه أنا وأنت، وكان يعني أنا كنت شايف نقطة التحول لما تم دعوتنا من قبل مجلس النواب لو تفتكر، ورحنا حضرنا جلسة نقاشية حول القوى الناعمة، إزاي مصر تخش أفريقيا تحديدا. كان وقتها لو حضرتك فاكر يا إيهاب إن إحنا جلسة، وكانت جلسة طويلة جدا، إن مصر عندها توجه إنها تستخدم القوى الناعمة وعلى رأسها الرياضة للعودة الأفريقية. طبعا. وكانت جلسه مطوله ويمكن كان فيها نقاشات مستمره وكده. وقتها يا إيهاب بعد المؤتمر ده فوجئنا للاسف الشديد بقرار ترشيد النفقات في الرياضه المصريه كان عام 2016 من طرف المهندس خالد عبد العزيز، وقال ان مصر في بعد تحريك سعر الصرف وارتفاع الدولار والكلام ده كله جه قرار بترشيد النفقات في الرياضه المصريه، وساعتها صدر قرارات انه تقليص عدد البعثات، عدم استضافه بطولات عربيه، عدم مشاركه بطولات عربيه حتى خارجيه، والامر ده كله كان ساعتها كان دوره التضامن الاسلامي مصر مش هتشارك فيها، وكان في وقع وتم تدارك الموقف واحده واحده. لكن انا فوجئت في الفتره اللي فاتت دي بان النادي الاهلي بيبتدي يلعب دور كبير جدا جدا كراس حرب القوى الناعمه الرياضيه في مصر. دي ما كانتش يمكن مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد ما حدش وقف قدامها كتير، ان دي كانت إن, ان 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 الاهلي بيعمل رساله وطن سياسيه واقتصاديه. كانت رسالة سياسية ورسالة اقتصادية. لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تركي الشيخ على هامش زيارته لمصر استاد النادي الأهلي، دي كانت ليها مغزى مهم جدا. أنا توقفت كتير جدا عند الخبر ده لما شفت الرئيس السيسي بيستقبل الشيخ وهو رئيس هيئة الرعاية للرياضة في المملكة العربية السعودية، وده أمر مش يعني أمر مش معتاد. يعني احنا ممكن نشوف رئيس دولة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ممكن يستقبل وزير الشباب والرياضة، يعني دي بتبقى حالات نادرة جدا، لكن هو يستقبل التركي الشيخ دي كانت بالنسبة لي أنا رسالة، وخاصة تاني يوم كان الرئيس بيستقبل المهندس خالد عبد العزيز وبيستعرض مشروعات الرياضة الجديدة، الاستثمار الرياضي في مصر. ودي قالت لي، ودي رساله برضو تانية، يعني يومين متتاليين يقابل تركي آل الشيخ وتاني يوم يقابل المهندس خالد عبد العزيز، دي اعطتني مؤشر ان في توجه من القوه الناعمه ان الرياضه تبقى قوه ناعمه لازم. شفنا بعد كده النادي الاهلي ازاي بيروح بيستضيف بطولات عربيه، ودي ما كانتش موجوده، استضاف بطوله افريقيه لكره السله السنه اللي فاتت، السنه دي بيستقبل بطوله عربيه. دورك بقى الطبيعي، دورك المحوري الطبيعي، وغير كمان انقاذ البطوله العربيه لكره القدم اللي كانت في اسكندريه. النادي الاهلي انت عارف يا ايهاب كان لظروف فنيه، النادي الاهلي كان عايز يعتذر، لكن النادي الاهلي جات له رساله ان وجوده مهم جدا ونجاح للبطوله اعلاميا وجماهيريا. النادي الاهلي يعني ساعتها غلب الوطنيه والمصلحه الوطنيه على رغبته الفنيه او حساباته الفنيه، والنادي الاهلي شارك في بطوله عربيه وما كانش جاهز ليها فنيا، وده ذكر ان كان المدير الفني ما كانش موجود كابتن حسام بدر وقتها، النادي الاهلي شارك بالصف الثاني ووصل المباراه النهائيه، ودي كانت رساله. النادي الاهلي بعد كده ابتدى يستضيف بطولات عربيه، بعد كده
المشروع المدينه الرياضيه او الاستاد بتاع النادي الاهلي ده مشروع اقتصادي، ده مشروع اقتصادي بحت. فانا تناولت هذا الامر وقلت ان فعلا النادي الاهلي بدا يقوم بدوره كراس حربه القوى الناعمه الرياضيه في مصر، ان هو يكون ليه اهداف سياسيه واقتصاديه، وسياسيه قبل اقتصاديه. النادي الاهلي وجوده سفره في توقيت صعب جدا انه يسافر السعوديه عشان يشارك في مباراه اعتزال نجم الكره السعوديه فؤاد انور، ده امر، دي رساله برضو ان النادي الاهلي ليه دور عروبي مش دور يعني، ليه رساله عربيه. النادي الاهلي كمان وحد العرب، ودي كانت لاول مره كنا من فتره طويله جدا جدا مش شفناش نجوم العرب بيتوحدوا في مباراه واحده اللي هي كانت مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد، ودي كانت برضو رساله سياسيه ان النادي الاهلي سافر السعوديه عشان يلعب مباراه فؤاد انور. وبعد كده كمان انا عرفت ان في دعوات ثانيه للنادي الاهلي كتير جدا على مستوى الوطن العربي، يعني في دعوات ثانيه في الامارات. يمكن النهارده قريت تصريح لفهد الهريفي، وده واحد من نجوم الكره السعوديه وكابتن عادل عمر، ان اختار النادي الاهلي ان يكون ضيف مهرجان اعتزاله لسه لحد قريب، ده بيقول ان النادي الاهلي بجد بيلعب دور مهم جدا 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 كراس حربه القوى الناعمه الرياضيه في مصر على مستوى السياسي ومستوى الاقتصادي. على بقى المستوى الفني، في طبعا القوى الناعمه نجوم كتير جدا، مدربين حضرتك واحد منهم، دربت في الخليج، دربت في المملكة العربية السعودية، عندنا سفراء كتير في الدوري السعودي، شايف الجزء الفني في القوى الناعمة عامل ازاي؟ شوف أنا عايز أقول لك إنه زي ما الأستاذ علاء قال على النادي الأهلي، الدور اللي بيلعبه النادي الأهلي ده مش من الأيام دي، حتى وإحنا قبل ما كنا كمان إحنا بنلعب، وأيام ما أنا لعبت كمان وكنا دائما نروح الخليج، دائما نروح نلعب مباريات ودية في الدول العربية كلها. الحاجة التانية المهمة، النقلة اللي أنا كنت بقول لكم عليها، نقلة النادي الأهلي الفترة دي، هي دي الجديدة، الجديدة إنك أنت تاخد دورك الأساسي اللي كنت اللي المفروض إنك أنت تلعبه في الوقت. ماتش أتلتيكو مدريد، الماتش ده كان مهم جدا، يمكن أنا يعني اللاعبين السعوديين اللي جم أنا علاقتي بيهم جيدة جدا واتكلمت معاهم، مدى السعادة إن هم جايين مصر، دي واحد. اتنين، اللاعبين المصريين اللي سافروا بيلعبوا بره، ده مش قوه ناعمه وبس، دي قوه اقتصاديه كمان. انت عارف ان البرازيل حوالي 30% من الناتج الداخلي القومي بتاعهم من الرياضه، طبعا، وبالذات كره القدم. انت لعيبتك كلها خلاص بقت تخرج تشتغل في، بترجع يعني في حاجات بتعود على البلد، دي حاجه مهمه جدا. والحاجات اللي هي فنيا بقى، يعني انت دلوقتي احنا عارفين ان الدوري السعودي اقوى دوري عربي في الوقت الحالي، لازم نعترف بالموضوع ده بجد. يعني لما يلعب عندك اكتر من 6-7 دلوقتي، وصلنا على 10 لاعبين بيلعبوا في الدوري السعودي، فلازم تعرف ان احتكاك جيد مع السته بتوع الدوري الانجليزي مع اللي بيلعب في المنتخب. انا عايز تقييمك للجزء ده قبل المونديال، لان البعض بيتكلم في الجزئيه دي انه يعني الدوري السعودي ليس بالافضل والاقوى لمشاركه كل العدد الكبير ده اللي فيهم عدد كبير في لعيب المنتخب. مين هم لعيب المنتخب اللي موجودين كاساسيين بيلعبوا في الدوري السعودي؟ كهربا، حسام الحضري، ماشي، كهربا مش اساسي من الدرجه الاولى يعني، ولكن كهربا بيلعب في نادي كبير قوي زي نادي الاتحاد، مباراته قويه جدا. الدوري السعودي بعد السته محترفين ووصلوا 7 محترفين دلوقتي، انت بتلعب كل مباراه دوليه، تمام، مع مدرب اجنبي على اعلى مستوى، مع ميديا كويسه، مع جمهور كتير، مع ضغط عصبي. احنا نعتبر على الاساسيين اللي جوه ال 18 مش اللي جوه ال 11. لا يعني انا بكلمك في ايه، طب ما انت عندك 6 في الدوري الانجليزي، منهم حتى واحد ما بيبقاش اساسي 100%، رمضان صبحي مثلا ما بيلعبش كتير وما بيبقاش اساسي في المنتخب. مظبوط. ولكن ومحمدي برضه، ومحمدي، لكن هي الامر اللي انا بتكلم فيه ان التوجه العام، يمكن اكتر اللعيبه خرجوا منين للدوري السعودي؟ الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك. صح؟ صح، اكتر اتنين في الناديين، الناديين الكبار اللي يقدروا يستقطبوا منهم اللاعبين يلعبوا في الدوري السعودي، يعني قيمه الدوري السعودي قيمه كبيره. انت ماتش اتلتيكو مدريد ده الرساله للاعيبه العرب اللي لعبوا، ما هو ده التضامن العربي اللي احنا بنتكلم عليه، وده النادي الاهلي عمله. انت عارف ان النادي الاهلي من قديم الازل، يمكن احنا كنا بنروح احيانا بيبقى في فطور في علاقات ما بين دول ودول، كان النادي الاهلي بيروح يلعب في الفتره دي
وبيلعب وبتبقى العلاقه بتبقى جاي. مش قادر اقول لك ان نفتكر دوله والاستاذ علاء برضو اتكلم معايا فيه وحضرتك كان في حاله من الجمود على مستوى الجماهيري. مظبوط. مصر والجزائر. مظبوط. والاهلي راح لعب وفاق سطيف واول ما نزلنا على نصب التذكاري لشهداء الجزائر وكان لمردود زياره النادي الاهلي. مظبوط. اثر رائع جدا في طي صفحه لن تتكرر بين الجماهير المصريه والجزائري. طبعا طبعا. الرساله اللي النادي الاهلي بيعملها هو النادي الاهلي دوره كبير قوي لانه انت عارف القياده دايما تبقى للاقوى. خلي بالك القياده بتبقى للنادي الاقوى. بتبقى اقوى ايه اللي خلى النادي الاقوى؟ النادي الاهلي الاقوى فنيا، الاقوى بطولات، انت فاهمني؟ الحاجات دي مهمه جدا لازم الناس تعرفها. لازم تعرف انك انت لما بتروح بقيمتك كنادي اهلي، يعني اتلتيكو مدريد لما يجي لك يوم زي دوت جاي لك ليه؟ جاي لك بقيمه النادي الاهلي، ما يلعبش مع اي نادي. زي ما راح قبل وطبعا بس في طبعا للاتحادس. ممكن حد بيسمعك كابتن لك ايه ما هو انت في قيمه ماليه بتدفعها الانديه الكبيره دي بعد بعيدا عن القيمه الماليه لازم يبقى رايح لمين اولا طبعا مش يعني برضو عشان الناس تبقى فاهمه مش قيمه ماليه وبس. لا لا عايزين نتكلم على القيمه الماليه. مع كده الدوري السعودي المنتخب السعودي فين؟ المنتخب السعودي في كاس العالم. المنتخب السعودي خامس مره وصل كاس عالم. لا انا بتكلم على القيمه الماليه كمان. انت بتتكلم على القيمه الماليه تاني علشان الناس بس تبقى فاهمه الامر ده. انت عارف ان القيمه الماليه انت في الوقت الحالي انت اللي مش بتدفعها عشان نادي اهلي. بالظبط. ده النادي الاهلي بياخد ارقام كمان. بالظبط. يعني مش النادي الاهلي اللي يجيب نادي يدفع له فلوس عشان يلعب. مظبوط. النادي الاهلي عمره، النادي الاهلي من زمان من قديم الازل عنده يعني زي تقول الرقم بياخده في الخليج ورقم بياخده في الدول العربيه للمباريات الوديه. اكيد. والمباريات الاوروبيه دلوقتي الشركات هي اللي بتعمل لقيمه النادي الاهلي وبعدين وقفه النادي. فاكر النادي الاهلي لما لعب الباير؟ اه في قطر كان وقتها. في قطر النادي الاهلي خد رقم والباير خد رقم، كل واحد على قدراته. طبعا. على قدره الشركه التسويقيه التسويق بتاع الشركه. مزبوط. ازاي يعملها. عارف كابتن عادل بمناسبه الاهلي ومباراه الاهلي وبايرن ميونخ وقتها كان منتخب مصر بيلعب مباراه دوليه وديه في الدوحه، فوجئوا الناس ان النادي الاهلي القيمه اللي خدها في مباراته مع بايرن ميونخ من الشركه التسويق كانت اعلى من القيمه الماليه اللي خدها منتخب مصر لما لعب مباراه دوليه وديه، ودي عملت ازمه وقتها كبيره جدا. ايوه طبعا. ما اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ اللي انا عايز اقوله لك القيمه في ايه؟ يعني مثلا لما يجي فهد الهريفي، فهد الهريفي ده لعيب النصر، لعيب كبير قوي من لعيبه النصر ومعتزل بقى له مده طويله ولكن قريب عمل ماتش اعتزاله. قال لك النادي الاهلي هو اللي اختاره. لازم يختار النادي الاهلي. اختار النادي الاهلي النهارده. علشان القوه الجماهيريه فين؟ بالظبط النادي الاهلي. في النادي الاهلي. مع ان هم مع ان تركي والنجاح كده ترك ليه حريه، هو حتى في مداخله تلفزيونيه ليه قال ان تركي آل الشيخ اعطانا حريه اختيار النادي اللي استضيفه في مباراه اعتزالي، قال وانا بلغته ان انا اخترت النادي الاهلي المصري. كان في مباراه الهلال برضو اذا انا كنت في السعوديه وحصل نفس الموضوع. عايز اقول لك انه اللي هو المدير الكره الموجود في نادي الهلال في الوقت الحالي هو اللي كان بيعتذر، وحتى كان لعيبه النادي الاهلي ان هم اللي اختاروا لعيبه النادي الاهلي وخدوا لعيبه من هنا تلعب في الامر. بالزبط. هنا الحاجات دي لكن هو الامر من زمان جدا. النادي الاهلي عنده قيمه تسويقيه كمان. مظبوط. يعني. مظبوط. يعني اللي هو ايه مش انك تختار النادي الاهلي عشان جماهيريته وبس، كمان عشان قدراته وبطولاته والحاجه الثانيه عشان يجي لك دخل انت كمعتزل. بالظبط بالظبط بالظبط. طيب احنا برضو عشان الكلام يعني داخل في منعطف حلو لازم يشاركنا حد هو اللي شايفنا مش احنا اللي شايفينه، عشان كده هنطير للسعوديه في تليفون مهم جدا مع الكاتب الاستاذ عبد الله الصبيتي من جريده عكاظ السعوديه. مساء الخير يا كابتن. اهلا مساء النور. اهلا مساء النور اخويا. الله تحياتي لحضرتك وتحيات كابتن عادل والاستاذ علاء. استاذ عبد الله ازيك؟ يا هلا فيك. هلا بيك. اهلا اهلا استاذ، كيف الحال كابتن عادل؟ ايش اخبارك؟ ان شاء الله بخير حبيبي. ازيك؟ طبعا الكابتن عادل اعرف من سنوات عديده حينما كان يلعب لنادي الوحده ثم بعد ذلك اتجه الى التدريب ولها طبعا انتصارات عندنا بالانديه السعوديه وعلاقتي معها علاقه وقيده منذ سنوات. طبعا حبيبي. استاذ عبد الله بنرحب بحضرتك. والنادي الاهلي عنده مباراه
وديه يوم الجمعه المقبل في اعتزال النجم فؤاد انور، ازاي بتشوفوا مثل هذه اللقاءات؟ والله شوف، اولا شيء فؤاد انور مثل هذه المباراه انا اعتبره انه احسن اختيار لنادي يعتبر من اكبر الانديه بالوطن العربي وهو النادي الاهلي المصري، لان النادي الاهلي له شعبيه في الوطن العربي خصوصا في المملكه العربيه السعوديه. لا تنسى انه احنا ما يقارب 3 ملايين تقريبا من اخواننا واشقائنا المصريين عايشين وسطنا في المملكه العربيه السعوديه، فبالتالي سيكون هناك في زخم كبير جماهيري لمثل هذه المواجهه عندنا في المملكه العربيه السعوديه، وحيكون في هناك متابعه جماهيريه ومتابعه ايضا اعلاميه، لان النادي الاهلي له قيمه فنيه في الوطن العربي باكمله، تخرج من نجوم كبار. استاذ عبد الله. الو سامعك يا استاذ عبد الله، تفضل يا فندم. ايوه، فبالتالي الجماعه المشرفين على كابتن فؤاد انور احسن الاختيار لهذا النادي الكبير، مثل ما قلت لك حيكون في هناك زخم جماهيري وزخم اعلامي لمثل هذه لمثل هذا اللقاء الكبير. استاذ عبد الله، بنتكلم عن يعني القوى الناعمه الكبيره للكره العربيه وتحديدا للنادي الاهلي، وشفنا مباراه اتلتيكو وعدد من النجوم الخليج ونجوم السعوديه شاركوا فيها، كمان في المهرجان الاعتزال الكبير للكابتن فؤاد انور موجود النادي الاهلي بالقيمه الكبيره. من وجهه نظرك بتشوف ازاي القوى الناعمه الكبيره ودور النادي الاهلي المجتمعي ايضا بجانب الرياضه؟ بكل شك انه مثل هذه المواجهات انا قلت لك انه حيكون لها زخم كبير، زخم اعلامي، زخم جماهيري ايضا من حيث الحضور الجماهيري، لان النادي الاهلي يمتلك عمالقه من في صفوف الكره المصريه وله شعبيه كبيره في الوطن العربي، ليس فقط في مصر او في السعوديه، بل في الوطن العربي باجمعه له سمعه كبيره، فبالتالي الكل ينظر لمثل هذه اللقاءات التي تكون فيها طرف قوي من طرف عربي مثل النادي الاهلي، الكل ينظر لها بشغف من اجل متابعاتها والتمتع باداء مثل هكذا فريق. استاذ عبد الله، الموسم ده موسم مختلف، يمكن في اكثر من لاعب مصري موجود في الدوري السعودي، وتقييمك لتجربه اللاعب المصري في الدوري السعودي؟ أنا أعتبر تجربة تواجد اللاعب المصري تجربة ناجحة، هي تجربة ليست وليدة اليوم بل من سنوات كانت الفرق السعودية تستقطب نجوم كبار في الدوري المصري وأيضا يلعبون للمنتخب المصري، فهي تجربة ليست وليدة، هي تجربة من سنوات عديدة وتجربة ناجحة، لأن اللاعب المصري يعطي إضافة للكره السعوديه، فاعتقد انه الانديه السعوديه التي جلبت لعيبه مصريين اضافوا لها شيء قيمه فنيه للفرق السعوديه التي استقطبت نجوم مصريين. استاذ عبد الله السبيطي طبعا كاتبنا الكبير وناقدنا الرياضي بجريده عكاظ، شكرا لك على هذه المداخله. شكرا لحضرتك. اكيد هو يعني اتكلم في نفس المحور والمضمون اللي احنا بنتكلم فيه، خد تعقيب على كلامه قبل ما نطلع تقرير. هو طبعا الرساله واحده هاب، واللغه واحده، والفكر واحد، فبالتالي كلامه كان بالنسبه لي كلام منطقي جدا وكلام طبيعي جدا يقوله، وكلام من القلب كمان، يعني واضح ان الرساله واصله له، واضح كمان قوي ان 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 اهميه النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، هو بيشعر بقيمه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، عشان كده بيتكلم على وجود النادي الاهلي او مدى نجاح مهرجان نجم كبير جدا للكره السعوديه طبعا. ان يكون الاهلي، انت عارف ان النادي الاهلي مشارك مكان اليوفنتوس، كانت البدايه اصلا الاتفاق في البدايه كان اتفاق مع اليوفنتوس الايطالي، فلما تعثرت المفاوضات مع اليوفنتوس الايطالي كان البديل او الخيار الاول والاوحد بالنسبه لهم هو النادي الاهلي المصري، ويمكن ده اللي قاله فضلا في اكثر من مناسبه،
قال ان انا في البدايه كان المقترح يوفنتوس، لكن بعد ما تعصبت مفاوضات كان الاختيار الاول ليا النادي الاهلي، وقال ان وجود النادي الاهلي بالنسبه لي ده سك او ضمان نجاح للمهرجان حتى قبل ما يبدا. وطبعا فؤاد انور بالنسبه لنا يمكن في يمكن الجيل الجديد ما يعرفش فؤاد انور، لكن فؤاد انور ده يعني ده حاله خاصه في الكره المصريه. ده اللاعب العربي الوحيد اللي شارك في كل بطولات كاس العالم، كل بطولات كاس العالم، كاس العالم للناشئين، كاس العالم للشباب، دوره الالعاب الاولمبيه، كاس العالم الكبار مرتين، بطوله كاس العالم للانديه، يعني ده ما سافش بطوله كاس عالم الا وشارك فيها. فهو حاله استثنائيه خاصه. هو اعتزل من فتره في يعني من فتره طويله، لكن تركي آل الشيخ كان في مبادره منه طيبه جدا لتكريم النجوم الكبار في الكره السعوديه اللي هم تستحق بالظبط. كان كاتبنا الصحفي الاستاذ عبد الله اكد على نجاح تجربه اللاعب المصري في الدوري السعودي اللي حضرتك اكدت عليها برضه. ده شوف انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، يعني يمكن كنا بادئين بمحمد عبد الشافي لو تفتكر بالزبط. اللاعب الوحيد السنه اللي هي اللي قبل اللي فاتت كان محمد عبد الشافي هو اللاعب الوحيد. بالامانه محمد عبد الشافي عمل موسم جيد جدا، اخلاقيا عالي قوي، اخلاقيا كان مميز حتى مع الحكام، حتى مع سلوكه كلاعب محترف، ادى على ان السنه اللي بعديها يمكن انا جبت حمودي ومشي كويس، وكهربا جه كمان، وبعدين حمودي، وبعدين شريف حازم، وبعدين احمد مجدي اللي هو بيلعب في الزمالك دلوقتي، بقى كانوا خمسه. وبعدين بقى بدات الحضري والاسماء اللي هي موجوده، ال10 لعيبه اللي في الوقت الحالي وشيكابالا. وبعدين انت يعني اللي انا عايز اقوله لك كمان الحاجه المهمه قوي، العلاقه ما بين السعوديه ومصر فيها تميز في الفتره الحاليه. واحنا يمكن عايز اقول لك من التميز اللي فيها العلاقه اللي ما بين، يمكن انا عشت في المملكه 5 سنين، المملكه بيحبوا مصر جدا والناس بتحبنا قوي واحنا بنحبهم يعني، ودي علاقه مهمه جدا. تخيل ان النادي الاهلي بيربطها دايما، او اللعيب او اللاعب يربطها دايما، يعني النادي الاهلي لما يروح يلعب هناك في السعوديه بتبقى في علاقه ود وعلاقه حب. ولما اللعيبه النادي الاهلي يجيبوا منا يلعبوا ماتش اتلتيكو مدريد، الناس كلها بتشوف النادي الاهلي وبتشوف اللاعبين بتوعهم بيلعبوا في انديه في نادي زي النادي الاهلي، نادي كبير. الحاجه بقى المهمه اللي في الاخر الامر، انك لازم تعرف ان كره القدم سفير كبير قوي في العالم. طبعا طبعا طبعا. لما تروح كاس العالم انت بقالك 6 شهور، هيبقى بقالك 5 شهور وانت رايح كاس العالم، اخبارك بتنتقل كلها في العالم كله. طبعا طبعا. ليه؟ مباراه وديه، منتخب مصر بيلعب علشان نهائيات كاس العالم، فبيعمل مباراه وديه مع المانيا، مع فرنسا، مع بلجيكا. المفترض احنا نعمل ايه؟ ده المهم. احنا نستثمر ازاي؟ زي ما النادي الاهلي بيستثمر دلوقتي، انا بكلمك على الدوله. لا، الدوله بتستثمر في النادي الاهلي، خلي بالك. يعني انا شايف ان الدوله هي اللي بتحاول ان تصدر الاهلي كراس حربه القوى الناعمه. يعني والنادي الاهلي بيقوم بدور، لكن انا شايف ان الدوله نفسها سعيده بحاله النادي الاهلي ده، سعيده ان الاهلي بيروح الدول العربيه، انه بيستضيف حدث كبير زي ده. فانا شايف ان الدوله انا محتاج، يعني انا بتكلم للمصلحه العامه، تعظيم القوى الناعمه، تعظيم القوى الناعمه، تعظيمها. يعني شوف انا عايز اقول لك كلمه مهمه قوي، يعني الايد الواحده ما بتسقفش، الايدين 3 4 5 6. انت لازم تعرف انه النادي الاهلي ممكن يبقى قدوه للانديه الاخرى، زي ما النادي الاهلي دائما قدوه. يعني من الحاجات اللي ساعداني في النادي الاهلي طول عمره ان احنا عمرنا ما بصينا لنفسنا. انا افتكر في فتره من الفترات ان احنا كنا عايزين نعتذر عن كاس مصر واحنا بنلعب، قالوا لا هتلعب لانك انت مش بتلعب ليه لنفسك بس، وكان عندنا اصابات وعندنا بطولات اتكررت اكتر من مره. بالظبط. لا، انت بتلعب لمصر، انت بتلعب احيانا بتبقى تعبان جدا وعاوز تمثل مصر ولازم تبقى انت القدوه عندك. لكن انا بتكلم على ايه؟ على الاستثمار الحقيقي وانت رايح كاس عالم، استثمار دوله سياحيه، استثمار زي ما النادي الاهلي. يعني لك ان تتخيل ان النادي الاهلي في ماتش اتلتيكو مدريد عمل ايه لمصر؟ مظبوط. فوق الحته بتاعت انك انت، يعني احنا متفقين على عنوان تعظيم القوى الناعمه. اكيد هنضيف ليها، لكن لازم اطلع تقرير للاهلي في كل مكان ونرجع نتواصل.
كعادة النادي الأهلي كبير الأندية العربية يلبي دعوة أشقائه في السعودية لخوض لقاء ودي أمام محترف الأندية السعودية في مهرجان اعتزال النجم السعودي فؤاد أنور الذي تمسك بتواجد كبير العائلة الكروية العربية ليساعد في نجاح مهرجان التكريم. الأهلي دائما ما يكون متواجدا في المحافل العربية ليكون بجوار أشقائه العرب الذين يعلمون أن تواجد الأهلي سيكون أحد أسرار نجاح أي مناسبة. مهرجان اعتزال فؤاد أنور سيكون مناسبة جديدة لالتقاء الأهلي بأشقائه في السعودية رغم ازدحام جدول مباريات الفريق في الدوري الممتاز الذي يعتلي قمته، حيث يخوض الفريق بعد غد الثلاثاء مواجهة مرتقبة أمام الإسماعيلي وصيف الدوري، ويغادر القاهرة يوم الخميس على متن طائرة خاصة متوجها إلى السعودية لخوض اللقاء يوم الجمعة، ثم العودة على متن طائرة خاصة متوجها إلى مطار برج العرب استعدادا لخوض لقاء الاتحاد السكندري في الأسبوع 22 للدوري باستاد برج العرب يوم الأحد المقبل. طبعا بعد التقرير، وكنا بنتكلم قبل التقرير عن تعظيم القوى الناعمة، لكن برضو يا كابتن البعض بيتكلم على ماتشات الودية برضو بيكون ليها مردود فني احيانا. يعني انت بين مباراتين هتبقى مسافر بعد مباراة الاسماعيلي وهترجع بعد كده على برج العرب عشان عندك مباراة الاتحاد. تمام، فلازم يبقى في مردود فني برضو. شوف بقى الحاجة المهمة اللي في النادي الاهلي، انت لو خيرت النادي الاهلي لو انت عندك الحته بتاعت انك انت فنيا اقول لك مش مفيده بالنسبه لي في الوقت الحالي. النادي الاهلي عنده ضغط مباريات، النادي الاهلي عنده خلاص راح لبطوله، عنده مباراه مهمه، وبعدين راجع على مباراه قويه، وبعدين سفر واجهاد مهما كان، وبعدين هم عايزين نجوم. يعني انت مش هتقعد النجوم اللي هي ترتاح، النجوم اللي بتلعب في الدوري، لا لازم تاخدهم ويلعبوا بره. هو ده تعظيم دور النادي الاهلي فعلا، التضحيه دي النادي الاهلي ممكن يضحي، ورساله بيعملها رساله. يعني النادي الاهلي زي ما قال الكابتن في توقيت صعب جدا جدا بين مباراتين مهمتين جدا والفاصل الزمن قصير جدا، ان يروح السعوديه ويرجع بسرعه، يعني رحله 48 ساعه فنيا متعبه جدا، فنيا متعبه جدا، لكن ده تاكيد ان النادي الاهلي ليه رساله تاني، ليه رساله غير كره قدم. في فكره تانية وفي رساله تانية للنادي الاهلي. بص يا استاذ علاء، الفكره في دي انك مزبوط. انت ازاي انك انت تكيف نفسك على ان المصلحه العامه مظبوط. في ناس يقول لك طب ما هو النادي الاهلي ممكن يكون بيسوق وممكن بيشتغل، لا هو ده القيمه الحقيقيه، ان احنا طول الوقت لازم نبقى في المقدمه. مزبوط. لازم تبقى موجود دايما. مزبوط. لازم تبقى موجود في اعتزالاتك، ممكن تبقى موجود لانه في حاجات كتير. انت عارف زمان انت النادي الاهلي كان بيعمل حاجه مهمه قوي، الناس كانت تقابلنا في الخليج واحنا رايحين نلعب ماتش قدام، يقولوا لنا لو سمحتوا اكسبوا لنا عشان احنا بنحب نبقى مبسوطين. انت ممكن تروح تبسط المصريين هناك، وان انت عارف ان المباريات دي بتبقى عندنا اقوى من مباريات الدوري عندنا. طبعا يعني بجد، يعني انك انت عايز تلعب مباراه قويه قوي عشان المصريين اللي في الغربه اللي هم عايزين يستمتعوا بيك، عايزين يعملوا يوم حلو، عايزين يتكلموا عليك فترات طويله طول ما انت كسبان. يعني انت فاهم، انت عارف الجمهور بقى يقول لك احنا الاهلي وكسبناك والحاجات دي، دي حاجه مهمه قوي النادي الاهلي بيعملها. لكن هي لو انت خيرت الكابتن حسام في مباراه وديه في الوقت الحالي يقول لك لا انا عندي انا بالظبط مباراه فيها سفر طبعا. ولكن في الاخر ممكن الكابتن حسام يطوعها بقى ايجابيه في ايه؟ انه يشارك النجوم في البدايه حبه بسيطه ووقت قليل، والناس اللي ما بتلعبش كتير ممكن ياخدوا مباراه يبقى فيها جارية، يبقى فيها تجهيز لمباراه اخرى ممكن. ولكن هو دايما الاهلي بمن حضر. اكيد اكيد طبعا، اكيد يعني. النادي الاهلي عنده يعني عنده اكتر من صف يلعب بيه. انت بتتكلم في اوقات الحيرة اللذيذة للمدرب. انت في مدرب اسوأ حاجة عنده ان هو مش هيلاقي لعيب يلعبه. انت دلوقتي بتبقى يعني عايز اقولك بتتلكك للاعب علشان تلعب لاعب اخر عشان تديله، وده المهم في النادي الاهلي في الوقت الحالي. يعني انت تقدر تعمل حتى في تكتيكك كمدرب تحلم بيه وتشتغل عليه. يعني انت عندك لعيبة احيانا، انا مثلا لما اكون ماسك فرقة عندي فكر في اللعب ما اقدرش اطبقه
من الخامات اللي عندي. خامات النادي الاهلي تطبق لك اللي انت عايزه، خامات النادي الاهلي توديك لابعد الاحلام التكتيكيه اللي انت عايزها، انك انت ممكن تعمل ايه. خامات النادي الاهلي ممكن تمتع لك الناس كمان، يعني انت ممكن توصل باللاعبين اللي موجوده في اللي موجودين في النادي الاهلي، توصل بيهم لاعلى سكه في الفكر التكتيكي. يعني هي ده بقى قيمه النادي الاهلي بالماتشات دي. حتى القيمه دي يا زهراء بتشوفها ازاي على الجانب العربي؟ احنا قلنا الاهلي دايما له قيمه اجتماعيه، كان فيها جزء النهارده من وجود الكابتن محمود الخطيب في اول ندوه طبعا في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، حدث أول ندوة تكون للكابتن الخطيب. دي طبعا رسالة واضحة جدا، ودي قيمة اجتماعية من قيمة الكابتن الخطيب ومن قيمة الأهلي. كمان الدور المجتمعي للنادي الأهلي، والنهاردة الدور العربي للنادي الأهلي كقوة ناعمة. أكيد النهاردة في ملايين حزنوا جدا إنه ما راحش معرض الكتاب. يعني أنا واحد من ضمن الناس دي اللي زعلت جدا إنه ما راحش افتتاح معرض الكتاب عشان أشوف كابتن محمود الخطيب وأسمع ندوة، لكن وجود الكابتن محمود الخطيب في افتتاح معرض الكتاب، لا دي رسالة مهمة جدا، رسالة مجتمعية لمصر هنا. الشباب كان محتاج ده بجد. الشباب بيروح معرض الكتاب وهم ملايين. قدوة يتكلم معاه. وخلي بالك استاذ ايهاب، اللي بيروح معرض الكتاب ملايين. لما الملايين من الشباب يروحوا ويلاقوا الكابتن محمود الخطيب موجود هناك، ده بيعظم قيمة الحدث نفسه، قيمة معرض الكتاب. هنا هيحسوا ان معرض الكتاب ده ليه قيمة كبيرة جدا، ليه تقدير عند واحد من اساطير كره القدم المصريه او الاسطوره الاولى لكره القدم المصريه كابتن محمود الخطيب. فده بيعظم، وكمان هو رايح بصفته رئيس النادي الاهلي، فده تعظيم لقيمه النادي الاهلي ودوره المجتمعي. دي رساله للكابتن محمود الخطيب، او رساله النادي الاهلي عبر الكابتن محمود الخطيب للدور المجتمعي للنادي الاهلي. وزي ما بقول لحضرتك ده تاكيد على لكن ماتش يوم الجمعه ده، لا ده تاكيد على دور الاهلي العروبي. النادي الاهلي فعلا دلوقتي هو راس حرب القوى الناعمه في مصر. انا بقول لحضرتك فؤاد انور الاهلي هيشارك في مهرجان اعتزال فؤاد انور بعد فتره قريبه جدا. هتتكلم حضرتك بعد اقل من شهر او اثنين، هتتكلم على دعوه النادي الاهلي للمشاركه في مهرجان اعتزال نجم سعودي اخر فهد الهريفي. ونجاح مهرجان فؤاد انور هيخلي كل نجوم العرب هيرجعوا تاني، يكون النادي الاهلي هو الاختيار الاول والمفضل ليك. زراعة عزت شرفتنا. اشكرك كابتن. اشكرك نجوم. شكرا كابتن عادل عبد الرحمن، العاده بتشرفني وتنورني، وسعيد ان انا كنت موجود معاكم النهارده. لا ده احنا السعداء بيك، وبنقول لك يعني احنا اتكلمنا في النادي الاهلي، واتكلمنا في القوه الناعمه اللي انت بتتكلم عليها. بس انا عاوز اقول لك كلمه في الاخر يعني قبل ما تختم. يعني احيانا احنا كابناء النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي، احيانا احنا بنبقى جمهور، احنا في الوقت الحالي جمهور. تمام. احنا دائما بنحب قيمة النادي الاهلي، ودي اللي عملها الكابتن محمود الخطيب الايام اللي فاتت دي، والايام اللي جاية هتشوف قيمة النادي الاهلي تزيد. وده اللي احنا بنتبناه دايما. احنا كنا كده وهنفضل كده طول عمرنا، والمفترض ان احنا نبقى كده. علشان كده في الاخر بقول لك يعني انا بشكرك وبشكر الاسطورة. انا اتشرفت جدا جدا اكون معاك لأول مرة يا اسطورة، بس ارجو ما تكونش اخر مره، عشان انا عارف ان في ناس هتقول لك ما تطلعش تاني. هنكمل بعد العلقه. طبعا سهرناكم، لكن سهره رائعه، سهره اتكلمنا فيها في امور كتيره جدا. سهره الاهلي في كل مكان، لان الاهلي بقوته زي ما الكابتن عادل قال، احنا كنا وبقينا وهنبقى ومكملين بقيمه النادي الاهلي. وزي ما الاستاذ علاء عزت قال، الاهلي راس حربه كبيره جدا في القوة الناعمة. تصبحوا على ألف خير.